في قناة حنبال مشاهدي برنامج الصراحة راحة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصراحة راحة الذي يستضيف في كل سهرة سبت شخصية سياسية جديدة هامة وفاعلة في الساحة السياسية للحديث معها بطريقة غير كلاسيكية وغير عادية حول المواضيع وحول الحدث الطاغي هذا الأسبوع. إذن قبل ما نقدم لكم ضيف اليوم وهو ضيف خاص ومتميز ومنتظر واقترحوه برشا ناس، نذكركم بالموقع الإلكتروني الخاص بقناة حنبعل الموجود الآن أمامكم على الشاشة، وعن طريق هذا الموقع تنجموا تشوفوا كل الحلقات اللي فاتتكم من برنامج الصراحة راحة، وأيضا تنجموا تتفاعلوا معنا عن طريق صفحتي الرسمية في موقع الفيسبوك سمير الوافي، وهي صفحة رسمية تستوعب وتستقبل كل أنواع ردود فعلكم واقتراحاتكم وأسئلتكم وكل نقدكم للبرنامج. إذن اليوم عنا ضيف خاص متميز، ضيف عنده برشا متكلمش، ضيف يعتبر صندوق أسود فيه برشا أسرار فيه برشا معلومات اقترحوها علينا برشا ناس منذ أشهر، وهو أكثر ضيف يقترحوها علينا الناس ويحبوه يتكلم لأنه استانس وقت اللي يتكلم، يفجر عديد الحقائق، يتكلم بصراحة وبتلقائية، وكل تصريحاته نظرا لتلقائيتها نظرا لخطورتها تثير ضجة كبيرة وتثير ضوضاء كبيرة. ضيفنا اليوم فما برشا ناس تثق فيه، عندها ثقة فيه وفي تصريحاته، ويعتبروه رجل الحقيقة، يعتبروه أيضا الرجل النظيف، هذه ألقاب أطلقوها عليه المعجبين به والناس المنبهرين بشخصيته. الضيف هذا آخر مرة تكلم عنده أشهرة وكلامه قعد راسخ في البال وفي الأذهان وعمل ضجة كبيرة في الأعلام وفي الصحافة وعمل حتى رجة في الساحة السياسية والإعلامية. الضيف هذا اليوم استدرجناه للحديث من جديد للعودة من الصمت ومن الغياب إلى التصريحات وإلى الحقائق وإلى الكلام بكل تلقائية بعد ما تحرر من واجب التحفظ نظرا لكونه قاضي بعد 37 سنة قضاء وعمل في القضاء. اليوم ضيفنا يتقاعد من القضاء اليوم بالذات في هذا الموعد بالذات، وبمجرد خروجه من باب القضاء بعد 37 سنة مسيرة وتجربة باش نحكيو عليها برشا، عنا ما نقوله على القضاء، يجي للاستوديو عنده ما يتكلم، يجي باش يفرق قلبه، عنده برشا حقائق، عنده برشا معلومات يحب يقولها اليوم للتوانسة. نستقبلوا مع بعضنا ضيف اليوم القاضي فرحات الراجحي. سي فرحات الراجحي، أول مرة أنا نقدم ضيف بالطريقة بالطريقة المشوقة والحماسية والانفعالية هذه، لأنك ضيف خاص جدا، لأنك ضيف غير تقليدي وغير مستهلك الأشهر هذه. احنا سعداء جدا باستضافتك، وأكيد السادة المشاهدين يستناو فيك شنو باش تقول ويعولوا برشا على صراحتك العادة على تلقائيتك وعلى الشعار اللي ترفعه ديما اللي هو الشفافية. طبعا نعرف اللي أنت تتفرج في البرنامج كل نهار تسبت تقريبا وتتبع فيه، نذكرك البرنامج هذا يواتيك برشا لأنك وتواتيني ونواتيك لأني أنا عندي أسئلة مستفزة وأنت عندك أجوبة تلقائية ومنحازة برشا للحقائق. اللون نتاع الديكور يتغير حسب مناطق البرنامج، وأنت سيادتك عندك برشا مناطق، منها مناطق سوداء ومناطق خطيرة. مرحبا بك في برنامج صراحة راحة الأستاذ القاضي الفاضل فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق وبرشا حاجات. بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة، وبالمناسبة نحيي قناة حنبعل ونحيي السادة المشاهدات والمشاهدين القناة حنبعل ولغيرها من القنوات. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي فرحات. اليوم ساعة نبدأ من البداية، اليوم ختمت 37 سنة من العمل في القضاء. قضاء تبارك الله 37 سنة وانت تعمل في القضاء. اليوم نعرفوا اللي هو نهار تاريخي عندك، انت نهار مختلف على في عمرك. باش نبدا نسالك على المسيره هذه الطويله، اولا مبروك التقاعد اليوم. شكرا. اليوم والبرنامج يتعدى هو اخر نهار في المحكمه. في المحكمه صحيح. شنية احساسك وانت خارج من 37 سنه قضاء وما ادراك ما القضاء، كنت فيهم قاضي تقلبت في ادق المسؤوليات القضائيه. صحيح، وكذلك المده اللي قضيتها في القضاء 37 سنه
قضيتها في العمل المهني أكثر من سنة عديها حياته الشخصية. بشرت القضاء منذ نعومة أظفاري، معناها عمري 23 سنة، طبعا عندي 60 سنة، معناها 37 سنة قضاء، بحيث فترة طويلة ومليئة بالأحداث. الشيء اللي فرحان به في خروجي نشعر به وأنا نعتز به، وأني خرجت معناها فرحان بالعمل اللي عملته. ماكش متأثر؟ أمون نام إي كونسيونس. متأثر ربما، متأثر بحكم الشيخ على التغيير في حياتي، التحول ربما جذري. مش تعب به بالسياسة فراغ. ما يمنعش، لا نسبيا ما يمنعش، وأني فرحان وأني عديت الكارير بتاعي، أنا فرحان به. به أتو نجيب. اثنين، فرحان وأني خرجت في صحة جيدة. الحمد لله. فضل ربي. فرحان وأني راضي على المردود اللي أعطيته. فرحان وانه كوني معناها انسان يتخلى على القيود والالتزامات واللي كونترانت كانت مسلطه عليه بحكم انتمائه لسلك معين للقضاء اللي يفرض سلوكيات معينه وضغوطات. فرحان اني خرجت في احسن ظرف، باعتباره ان القضاء حاليا ولا من الاسلاك ولا من القطاعات اللي منبوذه مكروهه متهمه مهمشه. دونك سعيد ومحظوظ واني خرجت في الظرف المناسب. اعطيني الفرصه باش نسالك على، لانه انسان يخرج من القضاء ويمشي للتقاعد بعد 37 سنه عمل في سلك من اهم الاسلاك ومن الاعمده الاساسيه في الدوله وفي المجتمع، ما نجموش نفلتوه من غير ما نسالوه برشا أسئلة فيهم شوية مشاعر وانفعالات وعواطف. 37 سنة قضاء، اليوم هو آخر يوم في مسيرتك القضائية، عمر كامل عديته في القضاء تقريبا. قاضياني تعرفها، قاضياني في النار وقاضي في الجنة. وقاضي في الجنة. هل ضميرك مرتاح بعد 37 سنة قضاء وعمل في القضاء وجلسات ومرافعات ومتهمين قدامك وناس حكمت عليهم وناس قضيت لهم على مستقبلهم وناس قضيت لهم اونتر بارونتيز بالقانون طبعا وبالاحكام القضائيه، وربما معناها القاضي مسكين وقت اللي يرجع لضميره ويتحاسب مع ضميره مسكين، يعني ساعات يشعر بالتعذيب اذا يبدا عنده ضمير، ظلمش، عدلش، ندمش، اسكو متصالح مع ضميره ولا لا؟ شنو هو ضميرك مرتاح؟ انت تعرف انه قاضياني في الجنه في النار، وقاضي في الجنه يعني تزعزع الجمله. صحيح، تزعزع الجمله اذا كان انسان ما قامش بما يقضيه الواجب وما يمليه الضمير. اذا كان انسان شنو العمل القضائي، شنو العمليه؟ انسان ينظر في ملفات، يحاول قدر الامكان باش يطبق القانون، سلام تطبيق القانون، يكون هو حسن نيه وما عندوش خلفيات. اذا كان تبدا المقاربه بتاعه بطريقه ذي، ما فماش علاش باش يكون هو ضميره مش مرتاح ولا ما يرقدش الليل ولا يكون يحس في نفسه، وبالتالي بين قوسين الملاحظه بتاعك بنا يحط لهم مستقبلهم تحت مستقبل القاضي هو وسيله، اما اللي يكون ساهم فيها بالاساس اي اللي ساهم فيها هو المعني بالامر. هو قاضي هو حط مستقبله هو وصل روحه القاضي باش يحكم عليه. تبقى القاضي المعادله شنو؟ يحاول قدر الامكان باش يعدل، يحاول قدر الامكان باش يساهم في استقرار الاوضاع في المجتمع، ويزدي ما يمنعش باش يزدي خدمه ويعاون وياخذ بيد المتقاضي ولا المحكوم عليه ولا المتهم قدر الامكان من خلاله هو، من خلال خدمه المتقاضي يزدي خدمه للوطن ويكون العدل. العداله حاجه مثاليه. تبقى يحاول قدر الامكان باش يكون اقرب الاحكام واقرب ما تكون الى العداله، وبالتالي يرضي ضميره. ما ندمت على حتى شيء؟ كي تتلفت التالي 37 سنه في المحاكم والجلسات والمرافعات والظلم والانصاف والناس اللي تجي تشكي والمتهمين والاعدام والسجون والاحكام، ما تندم على شيء؟ مرتاح وراضي؟ اذا كان القاضي يحب يكون مستقل ويكون عادل، المبدا ذي يستمده من ذاته، بحيث لا شيء يمنع القاضي باش يكون عادل مهما كانت طبيعه النظام اللي يعمل فيه القاضي. فما هي شنو؟ التسلط الديكتاتوريه، الاغراءات، الرشوه، برشا حاجات. لا جوستيس اتيمان، العداله الانسانيه. تقعد دي ديفياسيون انسان، لكن ما يمنعش جانب كبير من القضاة، حتى قضاة نحن تو المنعوتين بشتى النعوت، فما جانب كبير منهم قضاة معناها نظاف، نزيهين، مستقلين، عادلين، متكونين. اما جانب منهم زاد كما كل القطاعات وكما كل انسان، كما الاعلام، كما اي قطاع. جميع القطاعات. الشيء المنحرف ولا السيء
موجود في جميع القطاعات. ربما ما ننتظرش منك باش تعترف لي، باش تعترف لي اللي انت ظلمت او حسيت بتأنيب ضمير او ما ننتظرهاش، ونعرف ما تنجمش تقولها حتى كان تحس بها بينك وبين روحك، لكن ولا ندمت على حاجه، ولكن لكن المرء انما المرء حديث بعده طبعا في جميع الكواليس قطاعات معروفين هذيك، سمجيش يشكر روحه تعمل الخير تلقى الخير وتقعد بعدك سمعتك وكل شيء. ولكن سي فرحات قاضي خدم في عهدين دكتاتوريين، انت خدمت في عهد بورقيبه وخدمت في عهد بن علي، بن علي في الزوز في العهدين ما كانش فما قضاء مستقل بنسبه متفاوته. بن علي ربما انت تو من بعد تجاوبني، ربما القضاء نتاع بن علي كان اكثر التصاق بالديكتاتوريه واكثر تنفيذ، اكثر جهاز نتاع ديكتاتوريه، ولكن حتى في عهد بورقيبه ما كانش فما قضاء مستقل. في العهدين هذوما خدمت فيهم يعني، وكان فيهم القضاء جهاز مستعمل للتسلط، للظلم، للقهر، لفرض الدكتاتورية، للتخويف، للترهيب، لمعاقبة اللي يعارض واللي يتكلم واللي يعبر واللي يحب يكون حر واللي يدافع على الظلم وكل شيء. كيفاش ينجم قاضي، معناها صعيب واحد باش يهضمها، كيفاش ينجم قاضي كما سيادتك وماكش قاضي عادي، كنت قاضي تقلدت مناصب كبيرة ومسؤوليات كبيرة وحساسة، ينجم يخرج من العهدين هذوما تاع الديكتاتورية نظيف وراضي على ضميره ومريقل وما عندوش تأنيب ضمير؟ أو كيفاش مهما تكون ديكتاتورية الأنظمة اللي بشر فيها القاضي ولا الأمني ولا رجل إعلام العمل نتاعو، الديكتاتورية هي ما تكونش معناها عامة تسلط على جميع الموظفين، على جميع القضاة، على جميع الأمنيين ولا جميع الإعلاميين. الديكتاتورية تمارس في قنوات معينة. مثلا نخدم في القضاء، في القضاء كيفاش السيركوي مثلا تقولي فما ديكتاتورية ولا فما تعديات؟ كيفاش التعليمات مثلا؟ لا تعليمات يعملوا قنوات، نحن السيركوي مثلا حاكم تحقيق وكيل جمهورية دير اتهام دير جنائية. ولا في المدني فما ثلاثة دوائر سيركوي، هذوك يحددوا أشخاص معينين. الأشخاص المعينين اللي يمارسوا القضايا في سيركوي معين، تعين قضايا في النمط هذاك وتعمل تيناريت اربع درجات، هذيك الدرجه الاخرين يخدموا بها فيما باقيها فيما تبقى من القضاة ولا من الهياكل ولا من الدوائر، يخدموا بكل حريه وبكل الضمير وبكل استقلال. انا تبدا كاناليزي في اجهزه في اشخاص معينين في دوائر معينه اللي ربما ياخذوا ترقيات، مش قطاع كامل، ماشي دوله ديكتاتوريه جهاز كامل يكون غير مستقل وتفعله، ولكن كان في مناسبات اشخاص معينين. اي ولكن الترقيات والامتيازات نتاع القضاة كانت تستعمل من طرف النظام لترويض وتركيع ورذوخ القضاة يعني، وانت من اكثر الناس من اكثر الناس اللي تمتعوا بترقيات وامتيازات وخدمت في السواحل في المحاكم على السواحل في منظره في وصلت منها. وكيل عام يعني تبارك الله تمتعت بحقوقك كقاضي. الترقيات طبعا باش نحصل العمليه بالضبط، قلت فما اشخاص معينين يخدموا قضايا معينه ارضاء للسلطه. العدد نتاعهم ماهوش كبير، في 1200 قاضي. نسبة قديش؟ تقول لك 1200 قاضي مثلا. هم اغلبهم في المحاكم المركزيه مثلا ديزون تونس سوسا صفاقس. المحاكم الكبيره. نحن 1200 اللي يستحقوهم ما يفوتوش من سونتين. دي سونتين. لا لا ما يفوتوش اون سونتين. اون سونتين الماكسيموم اذا كان مش 50 واحد. ال 50 هذوما نحن المسؤوليات اللي عندنا 150 بوست. هذوكم اللي تقع مجازفه بصفه انا اوليه هم ياخذوا الاولويه، لكن ما يمنعش بقيه القضاة الاخرين ولا المسؤولين الاخرين مؤهلين تولي الكفاءه هي العامل الخاص المشترك، خاطر الدوله بقدر ما تستحق القضاة تستحق الكفاءه زاد تستحق الكفاءه ساعات تلمع الصوره نتاعها حتى في العلاقات الخارجيه وحتى الداخليه باش تظهر معناها في مظهر من الديمقراطيه ومن دونك انت كنت من الناس اللي يلمع بهم بن علي في صورته يعني حاتك خاطر بالتلميع باي شكل. التلميع ذو معنيين، فما التلميع لخدمة نظام معناها حقا او باطلا، وفما التلميع باعتبار يتباهى ما عنده مستوى معين. ليه خاطر تحطيت في مناسب معناها حساسه وكيل عام في المونستير في بنزرت يعني منصب كبير. مش صحيح تعرف ايش نقول لك، وكيل عام انا حاليا مش انا حاليا انا حاليا اقدم القضاة. من اقدم القضاة؟ اي من اقدم القضاة، حتى المسؤوليات خذيتها في صفة متأخرة، والكارير بتاعي الكل خدمتها مدني، خدمت عقاري، وحتى كي نمشي نخدم في الدوائر الجنائيه القضايا الخاصه مستحيل ننظر فيها. اي قضايا ترابلسيه فين؟ ما هو في العقاري والمدني والمالي وكل شيء. انا واحد الناس انا شخصيا كارييري اللي انتهيت ما عنديش قضايا خاصه تماما، ومستحيل فكروا من الوقت من الاوقات باش يحلوا اي قضيه جامعي. جنائي. جنائي والجنائي مش جميع القضايا تعين. قضايا قلت لك ياخذوها اشخاص معينين لتحقيق اهداف معينه واحكام معينه معناها انت خدمت في العهدين
شنو الفرق بين قضاء بن علي وقضاء بورقيبة بكل صراحة؟ الفرق بيناتهم قضاء بورقيبة في الفترة ذيك الاستقلال عدم استقلال القضاء واضح لأنه فما سلطة عليا هي تحكم في القضاء كله هي وقف في إطار في مؤسسة الوكيل العام للجمهورية وقت سي محمد فرحات نذكر دون لو تون كان أنظف شوية أكثر استقلالية كان أوتوريتي يحكم معناها كلمة كان لا ترد أمام القضاء أنا مركع على القضاء مركع على القضاء كان راكع على القضاء راكع على القضاء ولكن في عهد بن علي كان أكثر معناها براتيكمون كيف 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 نفس الآلة الديكتاتورية اللي تتحكم في القضايا التي معناها الدولة تعتني بها وعندها غايات معينة إذا تمشي وفق اتجاهات معينة واضح ماديا سي فرحات بعد 37 سنة شنو صورت من القضاء لاباس يعني الصورة باهية تبقى القاضي ينجم القاضي يولي ثري لا بعد 37 سنة كاش يكون وضعه الاجتماعي يسمح له قبل وإلا عنده وسائل أخرى زاد وسائل أخرى مصادر أخرى باش يدخل في المتاهات تاع المالفيرساسيون إي ممكن موجود اللي يخم في الاتجاه هذاك موجود 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 بين القضاة حاجتين يبدا مستقيم مش مستقيم ثم قضاة خاطر أملاكهم تتجاوز المسيرة نتاعهم أو البوست إذا كان أو المداخيل نتاعهم إذا كان في حدود المرتبات نتاعهم ما يجيبش يعمل حاجة كبيرة لكن لا شيء يمنع إذا كان وضعه الاجتماعي من الأول معناها يسمح له ينجم يكون عنده أما في إطار وظيف لا أنا يكون مواطن عادي القاضي ما عندوش في القانون تصريح على الشرف بممتلكاته قبل ما يتعين تذكر في تونس مش مفعل القانون مش مفعل مش مفعل مش مفعل وانت لابس نذكر دون لي تون احنا في الترول نظهر في عهد بورقيبه عمرنا مطبوعه بتاع الاملاك حكم ناحية حكم ناحية دون لي زاني 81 82 عملنا تصريح بالاملاك عملنا مطبوعه الناس كله اي دوبوي ما تعملتش وانت لاباس معناها ماديا سافا صورت من القضاء لا مش من القضاء لاباس مش من القضاء مال منين وضع اجتماعي محترم من غير قضاء قضاء عادي ما تعيش وكاهو مش تقول لبس عليك القضاء جامي اكتويلمون توا في بعد الثوره مازلت فما تدخلات في القضاء حسب ما تشوف لانك انت خدمت في ثلاثه عهود بورقيبه عهد بورقيبه عهد بن علي ثم عهد الثوره في عهد الثوره نمشي ونخرج من بورقيبه وبن علي ونمشي للثوره القضاء توا سي فرحات مازلت فيه تدخلات مازال فيه فساد مازال ما تصلحش بنسبه كبيره التدخلات على حسب كان موجود سابقا التدخل كل صراحه انت انسان معروف بالصراحه نتاعك بكل صراحه التدخلات من الاشخاص ولا من السلطه؟ من السلطه من السلطه انا شخصيا ما عشتوش لا انت شفته ما عشتوش مش بالضروره تعيشه انت توا خاطرك قاضي في المحكمه في محكمه التعقيب يعني بعد شويه قربت للفريجيدير بريسك بعد العمله الاخرى وفي مستوى محكمة التعقيب المحاكم بصفة عامة أنت تعرف خاطر مطلع مازال فما تدخلات من الدولة في القضاء كقاضي تو أنت متحرر ما تخاف من شيء من قبل ما تخافش أنت ديجا أنا حاجة ما عشتهاش شخصيا ما نحكمش عليها علاش وليت تحكي هكا قدام الكاميرا معناها غريبة تتبدل خاطر باش تدخل السياسة لازمك ترد بالك خاطر شوي وجه اصبع الاتهام ربما الصورة معينة ما قلناش سمي نحن لا لا ما باش اخي اخي ارضي ضميرك ارضي ضميرك قول الحق ما نحكيك انا حاجة عشتها انا ما تدخلوليش بورتون ظهرت في الجناية لا انت ماكش في قضايا تتطلب التدخل نعرف انا البوست نتاعك الحالي في محكمه التعقيب ماكش في اما نحكي بصفه عامه في القضاء اسكو كيما يحكيوا المعارضه كيما يحكيوا الجمعيات وكيما تحكي بعض الصحافه انه فما تدخلات في امور القضاء من طرف السلطه ربما عنده معطيتها اكثر مني انا بدلتها لا فديتوها شنو معناها شعفة وتوبة ما عادش تتكلم الحقيقة ما عادش تقول الحقيقة لا فما حاجات مثلا ما يجب عليه الإنسان يقول ما حاجة ما تو لا با كونستاتي يا خويا نمشي معاك الأكثر أنا نمشي معاك الأكثر من هك نزيد نحدد لك باش نسهل لك الصراحة ونتمنى أنك تكون صريح يعني الناس اللي تتفرج فيك تعرفك إنسان صريح ومنحاز للحقيقة ما تخيب لهمش ظنهم وما تكونش دبلوماسي وما تعملش شوية مكياج وتولي عبد آخر فرحة الراجحي جديد وباش تدخل السياسة توا وكذا باش تولي تصريحاتك بالميزان ثم زوز قضايا شهيرة توا في القضاء هما اللي جابوا مثلا من ابرز القضايا اللي جابوا الاتهام للوزاره انها تتدخل في القضاء قضيه
سامي الفهري اللي هي أشهر قضية، ثم قضية أخرى قضية خالد القبي مثلا، من بين رجال الأعمال الكل اللي معروفين بقربهم بنفس الاتهامات بريسك، تسجن سي خالد القبي أكهو، خالد القبي فقط هو اللي تشد في الحبس، وزيد سامي الفهري التمشي نتاع القضية نتاعه الناس كل تنتقد فيه، رغم أنه وزير العدل مفاه وقال ما فماش تدخل في القضاء، وخاصة أنك قريب من ملف سامي الفهري لأنك في التعقيب أنت، ونتصورك اطلعت عليه الملف وإلا تعرفه بالتدقيق. يا أخي جاوب، هذوما زوز أمثلة عطيت. ناخذ الوضعية تاع سامي الفهري، فما إشكالية قانونية مطروحة دي، ربما وزارة العدل ربما ما هكا محل نقطة استفهام، نقطة استفهام. سامي الفهري باش يكون واضح للعموم، عملية بسيطة، حاكم تحقيق خليها بحال صراحة، مشى دير تيام، صدرت قرار دير تيام بالإحالة وإصدار بطاقة إيداع. بطاقة إيداع كانت نحن نقولوا متزامنة مع قرار الإحالة. عقب القرار مشى للتعقيب، محكمة التعقيب نقضته. نقضته. نقض القرار. يعني إيه. كي نقض القرار في مستوى التنفيذ، المساعد كي المدعي العام يرتب الأثر نتاع النقض. بعث برقية للسجن قال السيد هذا يتسيب. يتسيب. إيه. إلى حد الآن عادي. عادي. معناها إشكالية في مستوى التنفيذ. بتاريخ لاحق متأخر حسب ما روج في وسائل الإعلام، قالوا جات برقية ثانية تليكس ثانية قال السيد هذا ما يتسيبش. شنو هو السبب؟ اللي هو برقية ثانية اللي قالوا ظلم، إلى حد الآن فماش ظلم حتى في مستوى البرقية الثانية، خاطر في بعض الأحيان نحن نغلطوا نوجهوا برقية بتاع إفراج ما كان عليه أن توجه، بالتالي نتراجعوا فيها، ليش أيامنا؟ لأنه هذاك ما يتسماش حكم وإن يتسمى إجراءات إدارية. البرقية الثانية سي الرئيس المدعي العام استشكل الامر، قال وراه النقض ماهوش الكل ما يشملش بطاقه ايداع وانما يشمل الاصل البركه، وبالتالي هذه حاله من حالات عدم الافراج. محامين تاع الاختلاف القانوني فيه نقاش، هذه فيه تجاوز خاطر محكمه التعقيب ننقضوا نحن ننقضوا يا ترى كليا ولا جزئيا، واضح جاء نص امبيغو قالوا بالنقض، محامين استشكل الامر مشاو لمستوى محكمه التعقيب قالوا الحكم هذا نتاعك ماهوش واضح، يا محكمه يا قضاة يا ساده ليكم انتم مشي انت في محكمه التعقيب، وهذا ربما بديت راي بكيكه معناها بديت راي في القضيه معني بالامر معناها انت المحكمه وضحت وقالت، ها عندي نسخه من القرار، قالت النقض كلي من وجه نظر محكمه التعقيب منصبا عليه في كلياته، فان نقضها القرار الاتهامي يكون نقضا كليا. قالت راه تنقض هذا هو قرار الاحاله، نقض كلي يعني سيد يتسيب نورمالمون هو حر. هنا كان عليها محكمة تعقيب في مستوى النيابة تبعت برقية تفرج عليه، ما تبعثتش البرقية؟ ما تبعثتش البرقية عادي، أنه ماهوش عادي، ما زالتش العادة النقض الكلي يتسيب، يرجع الوضعية لما كانت عليه قبل القرار المنقوض، الوضعية اللي كان قبل كان بحال صراحة، يرجع بحال صراحة، وهنا ما يختلفوش اثنين. بالمناسبة استغل الفرصة باش حتى نداء السيد وزير عدل باش يفرج عليه، علاش؟ السيد وزير عدل، لأن السيد وزير عدل من الصلاحيات تاعو الأساسية هو رئيس النيابة العمومية بالنص، وإذا كان فما تطبيق غير سليم القانون هو يأذن، وما يعتبرش تدخل في القضاء وزير العدل من صلاحياته باش يكون نيابة عمومية، عمر تيليكس وعمر برقية وهذا يفرج عليه ولا ما تفرجش عليه، تبقى برقيه ثانيه اللي يبقى الاستدراك والرجوع في عدم الافراج من حق وزير العدل بشان التعليمات. علاش؟ لان نحن في مستوى التنفيذ النيابه العموميه الرئيس نتاعها وزير العدل، وزير العدل يتدخل في مستوى النيابه العموميه يتدخل، واضح تو قانونيا معناها قانونيا المفروض يكون حر، حر ويلزم وزير العدل يدارك الامر. مالا علاش مازال موجود في السجن؟ ها هو الاشكاليه الاخرى اللي وقعت، ثم اشكاليه اللي هي ما عندهاش معنى، هو المحكمة قالت كلية لازم يفرج عنها، هو توا وجوده في السجن يعتبر غير قانوني، اعتداء الحرية الذاتية غير قانوني، هذه شهادة قاضي غير بالنص، والغريب انك جايب معك الوثيق، متوقع اني باش نسألك على سامي الفهري، متصور متصور كي ما تسيبش في مستوى التعقيب واللي هو كان من حتما وجوبه باش يتسيب، باعتبار قالت لك محكمة التعقيب اللي اعلى سلطة في القضاء قالت لك السيد هذا راهو في حال صراحة بالنقض كليا، مع النقض القرار القاضي بالاحاله في الاصل ونقض بطاقه الايداع، كي تنقض بطاقه الايداع انت ماهاش عنده اساس قانوني باش يقعد موقوف. البعض يقول لك ما هل ترى من صلاحيات محكمه التعقيب باش تنقض بطاقه الايداع؟ من صلاحياتها باش نعطيك عينه في الباب هذا محضر روحك بالقدا
مع الافراج هكاك معناها اهتميت بالامر يكون جيم سي امبورتي حاب تشوف فما قرار تعقيبي. القرار ذي صدر في 26 فيفري 1968 عنده 45 سنه 45 سنه برئيس محمد الوصيف قرار عدد 4986 نقضت محكمة التعقيب قرار جنائي قاضي بالواحد في الموضوع مش من حيث الاستقرار. قررت محكمة قبول مطلب التعقيب بشكل أن الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وصراح استطاعا من السجن. واضح. خلاصة الموضوع؟ خلاصة الموضوع المحكمة كان عليها باش تقول صريحة وفي لكن في التفسير قالوا ما على النيابة العمومية أن تنفذ القرار. الإشكال اللي طرا بعد كي ما بقاش إفراج عليه إيش عملوا المحامين نتاعهم؟ مشاو منوا الملف بالنقض رجع لدائرة الاتهام قالوا لي يا دائرة الاتهام من جديد هذا صدر قرار تفسير اليوم اللي هو النقض كلي لو 5 ديسمبر لو 6 ديسمبر مشاو لدائرة الاتهام قال هاي محكمة التعقيب قالت النقض كلي سايب لي منوبي بتلي في وضعية منوبي. محكمة دائرة الاتهام في مستوى الاستئناف قالت الموضوع نتاع الافراج ما يعنينيش وانما يعني التعقيب. تعقدت المساله. زاد عقده. هذا نسميه استقاله من قيام بواجب العداله. وعلاش؟ ثم تدخل خارجي في الموضوع؟ وزاره العدل عن طريق وزير العدل انفى انه ثم تدخل في قضيه سامي الفهي وانها في عهده القضاء وانها قضيه معناها عدليه قانونيه ما عندهاش علاقه بالسياسه. لا الموضوع مش قضائي، الموضوع هنا خلافي ما بين النيابه العموميه والمتهم. بما ان وزير العدل هو رئيس النيابه العموميه ياذن النيابه بالافراج وما يعتبرش يتدخل في القضاء لانه هو رئيس النيابه العموميه. كلما راى انحرافا في الاجراءات سميه انحراف يعني في الاجراءات تطبيق غير هو يقول لك وزير العدل يصر على سلامه تطبيق القانون بواسطه الوكلاء العامين في كامل تراب الجمهوريه. اذا كان حراق خرق الاجراءات معناها القضاة الفرواس لا لوا يدخل هو انا هو القضاة مش قضاة جليسين النيابه العموميه والتنفيذ يعني النيابه هو يرجع الامور الى نصابها وما يعتبرش دار في القضاء وبالعكس سجل الوضعيه التاريخ يعني خاصه ان الثوره بتاعه وقت الثوره بتاع حريه كل ما يقع اعتداء الحريات وخرق القانون لازم يدخل. سامحني هذا موضوع اخر احنا باش قانونيا باش احنا نحكيو على القانون ومانيش بالقانون في حاله من حالات الصراحه الوجوبيه. انت قاضي تعرف اكثر مني ولكن بالقانون في حاله من حالات الصراحه الوجوبيه المحكمه قالت سيب محكمه تعقيب لازم نأتمر بقراراتها. سؤال ثم تدخل سياسي من السلطه في القضيه والا لا؟ علاش تسريب شكون تدخل سياسي؟ انا قلت لك السلطه هذه نداء نوجه السيد البحيري يا سي نور الدين البحيري تحياتي هذا في حاله صراحه. الافراج عليه الاذن النيابه العموميه بالافراج اسمعني الاذن بالنيابه العموميه الافراج احتراما لحرمه الاجراءات ولحرمه القانون ما يمنعش كيف يرجع لي اليوم باش يتعاقب بعد. اي هذيك موضوع اخر. هاي الخطوره احنا مانيش نطالبوا للتوضيح من وضح العموم. هو تو في حاله افراج ودير تيام تو المرحله الثالثه قدم مطلب الافراج تو في مستوى دير تيام القضيه عينت من جديد دير تيام تجد ما عادش تعجم حتى شيء كان باش تفرج عليه هو في حاله افراج. به واضح. اسمعني لا مازال. كان باش تصدر فيه بطاقه ايداع. باش تعمل لنا جلسه نتاع سيدي الفهيري. كان باش تصدر فيه بطاقه ايداع. ما عندهاش حق تصدر بطاقه ايداع خاطر اذا كان سيكي تصيب ما عادش نتوقفوا من جديد الا في حالتين يكون معناها يستدعيه وهو ما يجيش ولا طرات ظروف خطيره جديده من شان ان يعني تعكر الحاله في وضع مش كما كان عليه جديد نجيب امور جديده اللي هي مش موجوده. انت المهم توا قلت انه المفروض انه يكون في حاله صراح. ومن بعد تصير القضية بصفة عادية مش معناها في حالة صراحة وفاة القضية. جديد نعطيك أكثر. ما يمكنش المحكمة باش توقفوا من جديد حسب معطيات هذيك في الملف. إذا تم إطلاق سراح. كانش إذا كان جات سيركونستانس أغرافونت أخرى جديدة. واضح. في غياب الظرف المشدد الجديد ما نجيش توقفوا. نسألك سؤال وما نطولوش برشا زاد خاطر سألتك من الأول على رجل الأعمال المعروف خالد القبي اللي هو ماهوش تابع الحكومة هذه تابع الحكومة السابقة حكومة الباجي قايد السبسي واللي أنت كنت فيها خدمت فيها شوية ما عارفش قديش من نهار. تشد سي تم القبض على سي خالد القبي ورمي في السجن ونسي وثم ناس تتساءل علاش خالد القبي بالذات من بين مئات رجال الأعمال هو بالذات يتشد في قضية فما منها برشا متشابهة متورطين فيها رجال أعمال وما تشدوش وفي حالة صراح علاش يتحاسب هو بالذات وعلاش يمشي كبش فداء واسكو فما تصفية حسابات في الموضوع لأنه ثم شكون يقول فما تصفية حسابات وفما تعليمات صدرت بالقبض عليه وبإلقائه في السجن هكاك ظلم حتى ظلما ولا تمييزا ما نقولوش ظلما ما نعرفوش حيثية القضية ولكن نقوله هو بالذات شد الحبس. القضية هذه قضية غامضة والراجل تنساه في الحبس ونقولوا كلمة هكا كلمة حق وكهو
مانيش باش لا نظلم ولا نجامل. في فترة الحكومة الانتقالية الأولى العدالة اللي معناها تصفية بعض القضايا وبعض الجرائم كان الطرف الفاعل فيها البيفو نتاعها هي لجنة تقصي الحقائق حول فساد الرشوة اللي كانت يترأسها المرحوم عبد الفتاح مر. العمل نتاعها كان فعلا انتقائي وانتقامي. انتقائي انتقائي ماهوش نزيه يعني. انتقائي يفرض حتما وبالضرورة الانتقامي. بالاتهام سيبلي أشخاص معينين والحال وأن وضعيتهم ربما تكون أقل حدة وأقل خطورة من أشخاص خليم مش ملومشي بين انتقائي وانتقامي. خاطر ما فماش علاش بالنسبة للوضعية تختار زيد دون عمر. هذا كان موجود بالضبط. والعمل اللي كانت على اللجنة هذيك كان مشبوه. ينجم يكون زيد يستحق. يستحق علاش هو بالذات؟ بالضبط. كانت عدالة انتقائية اللي تجرنا إلى عدالة يعني انتقامية. علاش؟ خاطر ما وقعتش وقت عدالة انتقالية. فيها حسابات يعني. بطبيعة الحال ما دام تختار هذا وقتها وتقولي القضاء كيفاش يمشي في الطيارة هذه. وقتها اللجنة تتقصي الحقائق أنا ذيك ما في بالي بها وعشتها. الشيء اللي قرروا لجنة تقصي الحقائق القضاة خاصة في مستوى الاستقراء التحقيق والنيابة يتبعوه جملة وتفصيل هي التي براتيكمون تقرر مصير الواحد المتقاضين. يعني اللجنة كانت تحكم. هي تحكم. كانت هي وزارة عدل موازي أو نيابة عامة موازي. أكثر من. أكثر. كانت عندها سلطة أكثر. أيه. ورغم هذا ما كانتش نزيهة في 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 معالجتها للقضايا والملفات. ما قلتش مش نزيهة. ماهيش عادلة. ماهيش عادلة يعني ماهيش نزيهة. ما هوش عادل ماهوش نزيه. العدل قبي كحلوه ولا غيره عنده اتهام معناه في هو عادل معاه مش نزيه على خاطر ما كانش عادل في المقاربة الشمولية لمعالجة الأوضاع الملفات بكل عدالة. واضح. فهمت يعني فما حسابات في الحكايه مش تصفي نورمال تصفية حسابات ثم شكون يحكم فيها لجنه تقصي الحقائق من وراء من وراء الاضواء ومن وراء الستار الهيكل كامل والملاحظات مش راي انا هذه شخصي معناها شيء تقال برشا كلام تسير من الخلف من الظل من شكون على العباره بتاع الظل مش عاد علاش مش عاد يعني الظل فيه برشا عباد انا نشك فيها اللجنه ذيك تو السيد الله يرحمه تشكك فيها انا في فتره وقت داخليه فتره داخليه وقت حبت حقائق سي عبد الفتاح مر كلمني حب يعمل زياره قصر كرطاش كلمني المدير تاع الامن الرئاسي قال لي روح سي عبد الفتاح بيجي مع ثلاثه قلت له ما يجيش خاطر وقتها عندنا اشكاليه قائمه قامت الدنيا وما قعدتش على حكايه الزياره نتاع سيدي ظريف وكل الاموال سوا ديزون رهيبه موجوده ولي نشك في صدقيتها موجوده ولا تشك فيها نشك فيها يعني تنجم تكون جيت من البنك سنترال وتحطت غادي وارد جدا وانت وقتها وزير داخليه تعرف الحاجات هذو ما بحثتش عليها ما لقيتش وقت ولكن اما الشيء اللي شككني هذا نقول لك كي يجي سي عبد الفتاح بيجي مطيطه قلت له ما يجيش ما تخليهمش يدخلوا رغم انهم لجنه تقصي الحقائق ويحكموا عندهم نفوذ قلت لا قلت لا علاش؟ تاخر شويه بعد خلي راهو كيعلموا قالوا وزير الداخليه بعد قالوا راهو مع احترامي ليه انا استاذنت من رئيس الدوله باش نجي انا كلمت حكم تحقيق قلت له ما دام تعهد بالملف تاع رئيس الدوله السابق ممكن احلف التعهد كان الانسان يتعهد موضوع يتعهد بشخص وبجميع ما شمله من افعال قلت برمج سيرو تيران مشى التحقيق الموجود تو حاليا وعمل بريكيسيون عمل بلومباج عمل الكل ما لقى حتى شيء في القصر ما عاد طرف مخدرات لو كان جيت فما حكيت الفلوس صحيح انا هيك خمت وحدي بار ديدكسيون كان حكيت الفلوس موجوده راه خسر معاه بالفلوس كي جي ورغم هكاك جاوا بعد حق التحقيق منحهم قلم لا رجعوا بخفي حنين وعلاش حسب رايك يحطوا فلوس هكاك في قصر سيدي ظريف ويظهروها للراي العام في التلفزه علاش؟ انا في قناتي الشخصيه علاش شنو الغايه؟ ما نصورش شنو الغايه من الفيلم هذا؟ اذا انت تعتبره تشك فيه انه فيلم تشك فيه شنو هي الغايه؟ شنو هي الغايه؟ ربما لتأجيج الراي العام انا دي خدمه اغراض سياسيه معينه ابو؟ ما فهمتهاش فهمت خدمه اغراض شنو هي الاغراض مثلا؟ في المطلق أنا خلفيات اللي عندهم هما كان السيد موجود اسأله هو. أنت كنت في وسطهم أنت تعرف كل شيء شنو تزيد تكلم قعد اشتر الكلام قعد في صدرك. أنا شك فيها بوان ربما التاريخ طويل. ماكش شك هكاك عندك معلومات لأنك وزير داخلية وقت عندك التقارير وعندك الدنيا الكل. كل حال باسون مش مشكل. لا كيفاش باسون التوانسة يستناو فيك ما شبعتهمش. أنا أعطيت معلومة قلت منعته أنا من الحضور. ارويهم كما ترويت. منعتهم من الحضور وما لقينا حتى شيء في القصر لقينا جيست في حكاية فرودة وحاجات هيستوريك ويعني. مش بالحجم الاخر كي ما باروي فريمون ابسورد ما يجيش حقه اكثر
ما يسالش. يعني الاغراض السياسيه كلمه ما فهمتهاش بصراحه، نحب نفهم. ما فهمتهاش. الفترة هذيك الكل مش مفهومة هي. الفترة هذيك الكل اللي أنت شديت فيها وزير الداخلية، هتا ونجيوها ننتقلوا ساعة ونكملوا الملف القضائي في اللون الآخر والمنطقة الأخرى من الحوار. أهلا وسهلا. مرحبا بك. سي فرحات، اشتغلت مع في 37 سنة ذوما قضاء اللي خرجت منهم إلى التقاعد، اشتغلت مع العشرات من وزراء العدل في الفترتين في العهدين بين عهد بورقيبة وعهد بن علي، اشتغلت مع عشرات وزراء العدل وحتى مع سي البشير التكاري في المدة الأخرى قبل الثورة، كنت خلالها وكيل عام ويعني قاضي سامي وتتسمى مسؤول إطار سامي في وزارة العدل، وتعاملت مع وزراء العدل ذوما وخاصة مع الاسم الأخير بشير التكاري اللي هو متعلق به قضايا تو. شكون أسوأ وزير عدل في تاريخ تونس تعتبره ضر القضاء وأفسد القضاء ودخل في عمل القضاة وخرب نزاهة القضاء؟ أنا فترة خدمت مع العديد من الوزراء صحيح، تبقى الكارير بتاعي بداية بتاعي إلى حد الفترة الأخيرة أغلب العمل بتاعي كان مدني بالأساس. أي. وفي القضاء أحكي على القضاء بصفة عامة، مش عليك أنت بالذات. بصفة عامة. أي ليش عليك أنت يعني. هو الاتهام تاع الوزراء اللي باشروا وزارة عدل، هل ترى الاتهام للأنظمة والأشخاص؟ لأشخاص تأمرها الأنظمة. وبالتالي وبالتالي معناها كل انسان مامور متلومش عليه يعني؟ مش متلومش عليه. هما وسائل نتاع نظام في قضايا معينه. عبد المامور معناها انت كي يامروك يامرك وزير العدل غدوه باش تحرف قضيه بشوي. والظالم تردوا مظلوم والمظلوم تردوا ظالم، يعني ما عندكش ذنب خاطرك عبد المامور. لا ما فهمتش المقاربه بتاعي. الوزراء اللي تداولوا على السلطه في نظامي بورقيبه بن علي المسؤولية نتاعهم حسب رأينا كيف نفس الدور قوم به كل خاطر نفس السياسة، خاطر نفس السيستم ونفس المنظومة بالضبط. نرجعوا ديما للعدالة الانتقائية. تقول لي أنت ربما هذا عمل أكثر، نقول لك بالضبط العاملين أكثر. مش خاطر هو كشخص يحب يعمل الفترة. أكثر على خاطر الفترة جات بظهره الملعون. نوجيك كلامك ولكن ما نعرفش اما نفس الادوار من اكثر السياسه الدوله من اكثر المتهمين بهذا هو سي بشير التكاري. هذه قلت لك انا الاتهام هذاك ثبتوا الابحاث. اما هو ربما فتره هذه انا قلت مثلا نعطيك فتره تاعي انا خاطر خدمت معاه واقتربت منه انت. لا بابار تو انا تقول لي ربما سي فرحات راجعك عملت كارير وكذا وما خدمتش قضايا سياسيه، نقول لك من ربما من حسن حظي الفتره اللي خدمت فيها انا تو الجنائي وكيل عام وكذا من 2000 الى ما بعد ما فماش قضايا سياسيه، ما جاتش قضية سياسية. معناها الفترة أهم فترة بتاع القمع وكذا كانوا فيها ثم قضايا. ثم محامين قدموا شهادات كما سي الأستاذ ناصر العويني ضد سي بشير التكاري، يعني شهادات فظيعة على تدخله في القضاء، إفساده للقضاء، يعني شهادات خطيرة جدا. أنا والله ما وأنت قاضي هكا قلت ليه؟ لا ما قلتش ليه. أنا في علاقتي به وفي العمل أثناء المباشرة عمل ما عندنا حتى أشكال بتاعتي وما جاتش إشكاليات. معناها قضايا لا سياسية. ما تنجمش تقول خاطر تولي متورط معاه. لا أقول وزيادة، تقول متورط ولا نقول وزيادة. في الفترة أنا خدمت في بنزرت وخدمت في مستير، ما خدمتش في تونس. دونك ما عندناش قضايا لا نقابية لا مهنية لا سياسية. لا فعلا. وكيل عام في بنزرت يحكم في حتى للجنوب. لا نعرفوا احنا سيستم. لا مش صحيح. بالتليفون يحكم. لا مش صحيح. وما عندناش قضية سياسية فعلا. اي نعرف هذه في بنزرت فما قضايا سياسية في بنزرت. ما عندناش قضية سياسية. ما عندناش قضية سياسية في بنزرت فعلا. في مستير ما عندناش قضية سياسية. كانت فيها حركة نضالية كبيرة. ما عندناش قضايا. ما عندناش فترة من الفترة أنا مريت بها شخصيا ما لا ولا نهار سمعت قضية سياسية مطروحة. صح عليك. من حسن قضايا مالية وقضايا تاع فلوس وقضايا اقتصادية هاوبي. لكن أهم قضايا في تونس. بالحق تشوف محاكم الكابر وجدوا كذا فماش قضايا. صحيح. لا مش كان في تونس. فما حتى البرة فما قضايا. هل صحيح
ما يتردد بربي زيد تكرم علينا شوي كون سخي بربي راهو معناها في المعلومه ما تخيبش الامل اللي عايش والله بكل صراحه هل صحيح راح اي بكل صراحه تو خرجت للتقاعد خذ عهدا علي خرجت للتقاعد رتح ضميرك والله قول للراي العام شنو الحقيقه مالك مش تكبر ولاك مش تظلم ولاك مش تهاون لا جامي اعتبرها اخويا جلسه ونفتحوا فيها في ملفات نحب نكون صريح زادة ما نمسش اعراض الناس بمجرد الاستنتاج ولا الشبهه عندك حق عندك حق لهنا وانت معروف بالاستنتاج وليت علمتها بالباساج تعديل معناها أنا في موضوع سامي الفهم كانت كل صدق بكل عمق وجات حتى ندير يعطيك في حاجه ما نعرفهاش ارضيت ضميرك وضميري مرتاح واضح وانا كجيت مسؤول في النيابه العموميه نصحك تفرج عليه بدون مشاور واحنا غايتنا ثم برشا كما سامي الفهري ولكن سامي الفهري معروف وذاك علاش طرحناه لنا ندافعوا على زيد ولا على عمرو ولا ندخلوا في القضاء ولا حتى شيء قضيه شهيره ولات قضيه راي عام جبدناها ووضحناها وانا هاني خدمة قبل سامي الفهري ما نعرفه كان في الصندوق في البرنامج برنامج الصندوق كشخص ما عرف كان في برنامج الصندوق ولا ما نعرف واضح به مواطن تونسي شحال فيه نخرجوا منه الموضوع هل صحيح انه سي البشير التكاري كما رددوا بعض القضاة وبعض المحامين وجزء من الساحه الاعلاميه انه عنده ملفات هامه وخطيره عن الكثير من القضاة والملفات هذيا بحوزته واصبح يساوم ويبتز بها السلطه و يستعمل فيه أو ما يستعملش فيه هذا موضوع آخر لكن عنده وإلا لا حسب معلوماتك وأنت تقعد في دوائر القضاء وتعرف الحكاية ذي العلم لي بهذا الموضوع تماما فيش هذه صور شخصي يهم المعني بالأمر ويهم ربما صورات المباشرة المواضيع خطر يتقال أنا أول مرة المعلومة ذي والله ما أبو فعلا معلومة خرجت في بعض ربما الجمعية النقابة قاعد يشوف ما عنديش علم ايه انا سالتك صحيح ولا ماهيش موضوع ما عطيتهالكش موضوع معلومه مؤكده يعني ايه والحاله المعلومه ما نعرفهاش من اساسها واضح به نوصلوا لاخطر واشهر قضيه رفع جلست فيها سي فرحات وحكمت فيها هي من اخطر واشهر القضايا التاريخيه في تاريخ تونس انظرت فيها وحكمت فيها وتتطلب برشا صراحه وبرشا حقيقه وانتو كان ما عندكش شواء ما عندكش وين تفلت لأنك محاصر القضية هذه حكم هي قضية تفجير الفنادق في سوسة وفي المستير واللي اتهموا فيها اتهموا فيها الإسلاميين واتهموا فيها قيادات من حركة النهضة قيادات كبيرة وموجودين حتى لتوا وأسماء كبيرة ومن الصدف أن كنت أنت القاضي اللي انظرت في القضية هذي هل أرضيت ضميرك في القضية هذي أعطينا الحقيقة حول القضية هذي اللي قاعدة جزء من تاريخ تونس غامضة ناس تقول بن علي هو اللي فبركها وألفها لتوريط الإسلاميين وتشويهم وناس تقول العكس عاد انت مادام عندك المعطى بتاع القضية هذي عندي المعطى ما نحب نسمعه من المعني بالأرض علاه ما خديش نسخة من الحكم عندي في 40 صفحة حسب ما نتذكر. إيه عاد. نكتبوا فيها حتى مطيطة بتاع الصباح. إيه تفجير حنا بعد احكي بلاس. احكي لي الحيثيات. وهنا بيتش كيريات بلاس. ثلاثة وتلة. ثلاثة وتلة. اللي فجروا فين عام وقتها ذكرني. قديم ما في عهد بن علي الحسن. أنا الحسن حكومة عندي تقريبا 18 سنة أو 17 سنة. إيه. وقت كانت تقضي على درجة واحدة في المادة الجنائية. هذيك القضية أنا أول ما تفاجأت بها قضية عندما نشرت أمام أنظار الديرة الجنائية في الفترة ذيك هي ديجا الفعل عندها 6 أو 7 سنوات ما تعرفوش على الفاعلين اكتشفوهم بفترة لاحقة وجاتك اللي تفاجأت بيها أنا كسألت الناس المتهمين فيها 7 متهمين اعترافات تلقائية صريحة واضحة معناها ما في حتى شيء اعترفوا تفاجأت وهم مجموعة من الإسلاميين إسلاميين اعترفوا بدون لا ضغط لا تعذيب لا حتى شيء قدامي في الجلسه ما همش ما ثمش اثار شي. تعذيب لا اثار لا طبيعي جدا اعترفوا بانهم فجروا قلت قاي وحكمت انت اونتر 20 سنه و... من 20 سنه لا الحكم تاعنا كانت معتدله 20 سنه شفت الاقصى 20 سنه فما حتى خذاش كون خذا سرسي وحتى الموقف السلطه معنى الاثار تاع الاحكام خذيت صدى كبير وانا واحد من المحامين وقتها ربما يخدم على نظام ما نعرفش نهزوه هذاك ترجموه الحكم الانجليزيه والفرنسويه وقت ديجا قاعدين ترجموا فيه هزوه المفوضيه العليا الاوروبيه كوم كوا معناها كرتقينا في مستوى الاحكام لتغطيه ربما يعني حكم مثالي تعتبره يعني حكم مثالي نزيه مريقل ما تدخلتش فيه السلطه؟
جامي الحكم هذاك بالنسبه للامباكت تاع الفعله يتسمى اكثر من لين. مخفف. يسمى مخفف جدا. ترتب في السيره مع الجماعه؟ لا مع شكون؟ لا لا الحكم مخفف جدا. تعرف علاش؟ خاطر فعله خطيره جدا الفعل. تفجير معناها بالحجر والبرهان والدليل المدعم بالاعتراف. شوف ولكن توا هذا موضوع ما نجمش تعديه فيسع. الاسلاميين يقولوا انه القضيه هذيك ترفكها بن علي والفها بن علي لتشويهم ولتوريطهم وباش يلقى حجه باش يقسيهم وباش يعذبهم وباش يدمرهم. ما قيمه من الاعترافات تلقايه في الجلسه؟ من تحت الترهيب ولا التعذيب؟ ما جاتكش تعليمات باش تنزل عليهم باش تحكم في غير ضميرك؟ اقسم بالله العظيم اللي كلمني حتى انسان لا في مستوى السلطه ولا في اي شيء. ابو قضيه عاديه. قضيه نتاع اسلاميين ما يكلموكش السلطه جميل. معناها سي بيزاغ سي فرحان. لا الفتره ذيك الجو السياسي هادئ. فماش هادئ رغم التفجيرات والتوتر نتاع مع الاسلاميين. انا نقول لك الفعل في التاريخ محاكمه 7 أعوام بعد ارتكاب الفعل. فهمت. ما تزامنش المحاكم مع التفجيرات. في هذيك 6 7 سنين فما هدنه. ثم اسماء معروفه ربما انه با فولي. ثم اسماء كبيره معروفه تو موجوده في الحكم. الله نسيتهم الحكم الاشخاص نسيتهم. لا تعرف لا 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 لا, 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 لا. اللي كي اون بروفوكي الواحد فما الاسماء ما يجي با فولي. من بينهم ولد سي حامد القروي اما ما تعداش للمحكمه. ولد سي حامد القروي سي نجيب القروي الدكتور نجيب القروي موجود تبقى اسمه تنحى من طرف السلطه. لكن ولد عمه معاه. ولد عمه تعدى الحبس وهو تنحى. ودير ولد عمه نذكر في الجلسه ضحكني قال لي شبيني ولد عمي مش معايا علاش انا وحدي. باع ولد عم. لا في الابحاث باهي واضح. باهي. اونتر بارونتيز باع ولد عمه ما ينجمش يكون ولكنه عادي عنده حق. يعني غريبه هاو دخلت السلطه تقول لي ما دخلتش دخلت ونحات من القضيه نحات ولد سي حامد القروي. نحاتهم من القضية باش ما يتحكمش. نحن القضاة ساعات الحمل الكل على القضاة. ليش ما تدخلتش السلطة؟ بشوية باش تدخل. القضية كيفاش تمشي؟ معناها خاطر كاينك تدافع على بن علي، لا ما تدخلش وما قلقناش وما اعطاناش تعليمات باش نحكموا ورغم أنها قضية سياسية كبيرة تهم أمن الدولة وتهم نحن المحاكم وتفجيرات تاع ثلاثة وتلة وتقول لي لا معناها السلطة في مستوى التقاضي تجيب الإنسان كي تحب عليه. تحب تقصي تجيب لك الملف ديجا من الملف وحتى الاشخاص لازم الناس تجيب لك الشريك والفعل الاصلي ما تجيبوش وما عندكش انت صلاحيه كبحث ما تقولوا جيبوا لي السيد الاخر. هذه قاعده اجرائيه. السيد يجيبوه حضره خدمه محكمه يحاكم ومن لم يقع حضاره وتوجيه التهمه عليه ما يقولكش كمحكمه تقول السيد الاخر علاش تحكم هكا وتطاريات. فهمت؟ بحيث اذا كان فما تداخل الملف يقع اعداده من الاول. هو شنو الذكاء في الفترة هذيك القضائي ربما تاع النظام العليه فما ناس مفكرين يحضروا القضايا ويخدموهم بطريقة باش تقع أحكام معينة ويحضروا الأرضية باش كل شيء مروشك القضية يمشي في اتجاه ما يجيش يتصرف خاطر اللي كل شيء حاطينه أوبوتو واضح وبالتالي ما يستحقش التدخل بتاع السلطة خاطر ديجا قضية مروشكة. فاجأتنا يعني أنت أكثر واحد تعرف الملف وحكمت فيه وأصدرت فيه أحكام وقلت أنك مرتاح الضمير وما ظلمتش وما ظلمتهمش الإسلاميين وما تجنيتش عليه حسب المعطيات الموجودة في الملف. نخليك بينك وبين ضميرك. أنا مجرد ضميري يكون على يقين وأنه مرتاح. أنا نسأل فقط طلعت شوية على الواحد أنت كي تقرأ الدوسي بركة ما تسحقش بشكون يريح لك ضميرك ولا ضميري. واضح ملف هذاك ولا غير الملفات ويختلفوا اثنين بالنسبه للمعاينات اللي وقعت تفجيراتها تقول ربما عملها بن علي في الملف ما عندناش. انت كقاضي معناها كيما نقولوا نحن نطلع المال ساده تقول لي وفي اعترافات قدام القاضي. نجم نطلع المال الساعدة نقول لك لا بتتر في البحث شعنا في الابحاث تو تغلب لي تقول لي الاعترافات شعنا في البحث يا فلان بفلان انا ملف في باليش بيت ملف يا فلان عملت هذه عملته في الوقت الفلاني تفاصيل وفيهم اسامي كبار موجودين تو ولا فيهم شكون هارب وقت شعنا في الاسامي ما نسميوش مش فيهم شكون هارب فما مسؤولين وقت هاربين اليوم كيهم واحد تيلي كيدي العمليات شعنا فيهم لا شعنا فيهم مانيش باش نسميه حتى اسم ولكن نحب نعرف فما اسماء موجوده في الحكم تو لا في الحكم لا في الابحاث لا في الحكم في السلطه توا يعني نقصد السلطه ما تعرفش بيه ما نحرجكش اكثر من هكا
باش نخرج معاك من القضايا التاريخيه اللي حكمت فيها، فريمون عندك مسيره كبيره، تقول لي ما حكمتش في قضايا سياسيه، هذه تتسمى قضيه سياسيه من اكبر واخطر القضايا وقع خليت بسماتها في تاريخ تونس. واختلفوا فيها الناس، انت من الاول قلت لي لا انا خاتيني السياسه وكذا، هاك طلعت حكمت في قضايا سياسيه. لا في اخطر قضيه سياسيه. القضيه ومن القضيه من الحظ نتاعك. بون ماهيش تحق عام، تقول لي قضيه ارهابيه ربما عندها ابعاد سياسيه ولا المنطلقات تاعها سياسيه، بالنسبه لها كعلى جناك قضيه عاديه مش في طار السياسي. واضح. خاطر الواحد منطلقاتها السياسيه والاعتباراتها خفيه في الملف. نستغرب انا بين الاسطر بصراحه بين الاسطر تفيق بها. نستغرب انه معناها كيفاش النظام ما يتدخلش، باقي مانيش مقتنع كيفاش النظام ما يتدخلش في قضايا كما هذيا وما يقولش صلتوا اقصى العقوبات وعملوا كذا واقوى دليل ويسال على المسير القضيه اقوى دليل ما تدخلش قضيه متفجرات بالحجم هذاك وبالتزامن نتاعها وبالخطوره نتاعها والوقع نتاعها على المجتمع. كانت الأحكام فما نتذكر حرس هذاك، الحرس خذا عامين سرسي. وعلاش خذا عامين سرسي؟ حرس شنو عمل هو هذا؟ حرس معناها عنده سيارة نقل من بقعة لبقعة. هزهم سوا ديزون مشارك يعني. مشارك لا بعدم التبليغ، بعدم الإعلام. جريمة تستر سلبية يعني. تستر. أنا ما كانش عنده دور فاعل. ما يعرفهمش يفجروا، ربما نقل ما يعرفهم في اتجاه معين لكن نقل. حكمت في قضايا أخرى من النوع هذايا؟ الوحيدة جات معناها بارازار بحكم نقلتي وتعييني في بستير واكتشاف القضية هذيك وتزامنها مع تعييني. من سوء حظك أو من حسن حظك تعتبرها تو؟ حسن حظي فيش؟ من حسن حظك أنه جاتك القضية ذي ولا من سوء حظك؟ لا من حسن حظي تعلمت العديد من الأشياء. من القضية هذه؟ من القضية ذي. شنو تعلم؟ تعلمت ما دخلتش سابقا في قضايا ذات خلفية سياسية وذات بعد سياسي وبالحجم هذاك في طار متفجرات وعندها طبيعة إرهابية والامباكت اللي عملته سواء كان على المستوى الوطني التونسي تزعزعت الدنيا بحكم وقت السياحة والآثار بتاعها الخارجية. هذا حلوة. ما حكمت في حتى قضية تخص الطرابلسية؟ لا بالكل شعريا. صحيح أن كانوا يحكموا في القضاء الطرابلسية وخاصة يا أخوي يقولوا شنو يقولوا يا اخي انت من وسط القضاء وتقول لي يقولوا هي هم كلمه لا ترد كلمه لا ترد هاني قلت لك انا القضاء فما قنوات يهزم القضايا تقضى معناها وخاصه العام نخرجوا من موضوع القضايا والملفات والمحاكم والجلسات ونمشيوا للسياسه سي فرحات. بعد الثوره في اخطر شهرين في تاريخ تونس ربما من اخطر شهرين في تاريخ تونس النهار فيهم يتعدى علينا 10 سنين فرحات الراجحي يلقى روحه صدفة وزير للداخلية في أخطر كرسي زادة في الحكومة هذيك وربما أخطر كرسي في تاريخ تونس وزير داخلية في بلاد يعني مهددة بالفوضى أو دخلت الفوضى وفيها جزء منها فوضى بلاد معناها مشكلتها الأمن والاستقرار بلاد مهددة بالسقوط في الهاوية في وزارة لقاها كما خلاها بن علي بريسك فما حتى تعديلات وقتها ومع حكومة هي حكومة بن علي بريسك زادة فيها بعض التعديلات ومازال رئيس الحكومة هو بيدو رئيس حكومة بن علي سي محمد الغنوشي ونفس الوضع كما هو يعني مغامرة كبيرة دخلت لها وقبلت باش يعينوك وزير داخلية في أخطر شهرين في تاريخ تونس كيفاش تعينت ساعة؟ طيب اللي عينك باش تعرف لي أنا نعرف بعض التفاصيل عينك سي يعني قبل ما تتعين كنت باش تشد رئيس ديوان وزير العدل سي الازهر القروي الشابي اللي هو صديق سمعت فوالا انا تفاجات مش بالتعيين بمجرد التفكير في تعيينها خاطر ما تصورش في وقت من الاوقات باش يعينوا انت قاعد في الدار على روحك قالوا لك راك وزير داخلي قعدت على العشيه كلموني مش عرضوا الموضوع كذا تراكتاسيون ما بين 6 8 تاع الليل شفت الاخبار قالوا وزير داخلي بون في الظرف هذاك التوانسه نعيشوا في حاله رعب كل انسان مش يعين وزير ولا مسؤول رئيس شيف دو كابينيا حتى كي ينادي له كواحد ريزرفيست في الجيش يمشي باش يحمي البلاد ولا يحمي عائلته ولا يحمي شخصه دونك معناها الواجب الوطني هذا باش تقمص اي مسؤوليه انت قلت وزاره الداخليه الفتره هذيك كانت كيما تاع بن علي لا وكان كانت فتره تاع بن علي تمشي الامور خير وزاره الداخليه منهاره اباتو اجنو مش موجود هيك الكل معناها مستقيله والبعض ربما مش موجود منهار منهارة مش موجودين تم لا في الخارج في الداخلية تم تعيينك من حكومة ظل أو من حكومة حقيقية التصريحات هذوك لا شعنا في التصريحات ما نعرفش ما تعرفش كون عينك ما نعرفش
كانوا عرضوا المنصب نتاع وزير الداخليه، عرضوه على سي مختار الجلالي زوج المناضله ام زياد ورفض. والله يمكن المعلومه هذه ثم توجهوا لشخص اخر هو اللي نصحهم بك انت. كيفاش انا نعرف انت ما تعرفش؟ غريبه سي فرحات. لا في بالي انا خليت رئيس العماده تاع المحامين هو اللي اقترح الاسم، والاسم هذا كان مدعم من سي عبد الرزاق الكيلاني. وكان مدعم زاد من سي العميد سي لازر قروشابي اللي هو صديق. اي زميل وصديق. اي ما كنت باش تعين مدير ديوانو. اي دونك مادام اتفقوا على بدلوك من على مدير ديوان مشيت ربما وزي. بعض المواصفات اللي تمت الحكومه كانت توفرت فيا استقر هاي قالوا هذا ربما قال حسب معلوماتي كانت وقتها حطوك مدير ديوان ناس مازال تهني فيك على مدير ديوان وجاك عين وزير الداخلية. بس مدير ديوان العرض هذا معناها لم يقع عرضه علي. باهي نمشيو بشويه وندخلوا وزاره معاك وزاره الداخليه في الفتره هذيك. بروفيل وزير الداخليه بدلوا سي فرحات الراجل. كنا يعني ولينا نشوفوا في وزير الداخليه كنا نشوفوا فيه حازم وصعيب وصارم وما يتكلمش وصوره معناها صلبه وكذا وصوره بريسك ساعات متوحشه وصعيبه ومخيفه. ولا وزير الداخليه ناعم وطيب وبسيط وكنا كنا كنا نخافوا منه ولينا نخافوا عليه معناها سرقوا له كبوت وسرقوا له تليفونه ودخلوا له للبيرو وخرج لنا يتشكى في التلفزه. يعني غيرت البروفيل نتاع وزير الداخليه رغم انك وقتها قريب تموت في اخطر فتره في حياتك بريسك قريب تموت في المكتب نتاعك كوزير داخليه. يعني البروفيل هذاك برشا ناس، ثم ناس صحيح عمل لك شعبيه كبيره وسط الناس بالتواضع والبساطه، اما لي تكنيسيان الكبار اعتبروه بروفيل غلط، ما يلزموش يكون هكاك وزير الداخليه. يلزم يكون كما كان عليه وزير الداخليه السابق واللي قبله. حنشوفوا فيهم في العالم زاده، ما شفناش وزير الداخليه كيف كان حتى في العالم، أول مرة نسمع وزير داخليه مثلا سرقوا له كبوته وتليفونه واللي هو يحمي الناس بالسراق واللي دخلوا له وسرقوا له. اي معناها صورة كاريكاتورية. باهي. هو الاشكاليه فين؟ وزاره الداخليه قلت لك منهاره اباتو ما عادش عندها وجود، متهمه منبوذه انا في بالنسبه للمجتمع حبيت تصلح لي ولا انت كنت في الوضع هذاك الصور والمواصفات اللي تعطي شخصيه لوزير الداخليه وتعطي ابها وتعطي حضور ما يمكنش توفر في الظرف هذاك. لو كان جات الظروف الاخرى اللي تحكي عليها خاطر الابها بتاع وزير الداخليه ولا بتاع اي وزير تكمل الوزاره اللي عندنا برستيج باش توفروا مش هو يوفروا ذاته صحيح اون بارتي عنده حضور لا الهيبه هذيك فما اطار فما وضع معين تو الوزراء تو موجود تو رئيس دوله نحن ما يحترموش العباد مش خاطر هو ما يستحقش الاحترام يستحقوا زياده. اما الظرف التمرد بتاع العباد بتاع وانهيار مؤسسات الدوله والنظره للوضيعه لاجهزه الدوله والمؤسسات ما الشخص ولا ما عادش عنده حتى اعتبار دونك الى انتيري باش يهبط لوطه ويتواضع قدر الامكان ويحاول يكتسب ودهم حتى يقع بين مؤسسه الدوله ضد من جديد ربما في وقت ملاقات تولي عنده الشخصيه وعنده الحضور اللي هذا يحب لمده طويله باش يتكون قريب تموت في المداهمه هذيك نتاع مكتبك وكذا وسرقوا وهزوا لك كبوتك وتليفونك وكذا قريب تموت خرجت من الباب الخلف هي هذيك انا مفبركه علاش انا رد فعل خاطر علاش النظام مفبركه منظمه معناها فيها خلفيات نقول خلفيات سياسيه شنو الخلفيه؟ هو الاجهزه بتاع الداخليه ولد في الظرف هذاك مطلوبه متهمه وربما قد تحاكم وربما مهدده حتى في حياتها ووجودها مش في بقاها ولا استمرارها الوزير اللي يصلح ما يساعدهمش تقصد هك الزوان تيري حبوا يقتلوك ما نقولش حبوا يقتلوني ماذا بهم يحرقوها وزاره الداخليه يا اخي في الفتره هذيك ما وقعش حرق وزاره الداخليه بتاع مصر صحيح جهاز امن الدوله بليتو البوليس السياسي في تراسيم كاتريم ايطاليا اي مخابرات حرقوها دونك ارشيفها بكل الناس في هذيك سواء كان امنين ولا ناس اخرين اللي هما ربما عندهم ارتباطات ولا مصالح امنيين يساعدهم تعكير الاوضاع وما تصفيش تقعد هكاك ولا نرشي فما رغبه لحرق وزاره الداخليه كريمه بس نورمال كان العديد من التهديدات اخرج منها 20 30 مره في النهار اخرج راه باش نهدوها باش نطيحوها باش نحرقوها باش بومين تقريبا 30 مره دونك التهديد ذاك تقول ربما صحيح مش صحيح لوبيات الفساد في اغلبها في جانب منهم صحيح الفاسدين اللي خايفين على الظرف هذاك الانسان معناها مش ضامن بقاؤه باش يقعد حي ولا مش حي تقول يبدا عنده ابه وحضور وكذا صحيح مستحيل كيفاش نجمت بالعكس يعيش في رعب وفي خوف اي كيفاش نفسيا نجمت تصمد في الفتره هذيك وما هبلتش يعني بالخوف والواحد وزير حياتك مهدده الفترة اللي عديت هذيك كلها انا حتى ربما حتى عائلتي تفاجئوا الفترة هذيك كلها عديتها خوف. تبقى معايا ربي هكا وتشجعت وجدني هكا عديتها خايفة ما تظهرش. اي
نحن توصل حتى البيرو كارثي الوضع وقتها. تخاف على روحك في اي لحظه تنجم تصير. والله كان في حاله حرب، تلقى البوليسيه على اليمين على اليسار وكل النينجا وكل هذا الى مستوى المكتب والباب يسكروا، بحيث الخوف مش حتى من المحيطين بك يرحم بوك، حتى في مستوى الوزاره الداخليه خاطر الناس كلهم مسلحين واحد ودونجور. انا نقول لك حتى فتره تاخذي بال وشو الخوف راه انت بيدك مسلح وقتها، عندك حق قانوني؟ انا عندي حق، مانيش مسلح. قالوا لي خوذ، قالوا خوذ، ما حبيتش. ما حبيتش دونك الناس حتى المحيطين بيك ممكن في الظرف هذاك توتي، حتى خلال العديد من الامنين انتحروا. مشكل بجهه وزير يقتل ولا في الفتره هذيك انتحروا. ما عندناش رئيس منطقه وقتها في البشوشه وفي حرس في بدنين. دونك هو اذا كان انسان يوصل لدرجه شيء يقتل روحه من ابسط الاشياء باش يقتل غيره. والانسان يراه هو تسبب في ربما في قضاء على مهنته ولا على مستقبله المهني. اي وتعتبر من سوء حظك ولا من حسن حظك عينوك وزير داخليه في الفتره هذيك؟ والله من حسن حظي تعلمت حاجه. ما ندمتش انك قبلت القرار هذاك، القرار الخطير في حياتك المسيري تاع انك تتولى وزاره الداخليه؟ لا ما ندمتش. لا بالعكس، علمت واستفدت وعرفت اشياء واتتني فرصه باش عرفوني برشا عباد وجي ماركي ان بوان دون ليستوار دو لا تونيزي. رغم انه في عهد بن علي لسمعنا عليك مسيره نضاليه ونظلت من اجل القضاء النظيف ولا حتى شيء، سمعنا بقضاة اخرى. لا عمري حضرت نهار في اجتماع. لا في وقت من الاوقات شاركت في جمعيه قضاة الشبان، كانت فتره وجيزه جدا. اي نعرف. ما عندهاش حتى معنى. كنت قاضي، قاضي بيتم معنا كلمة، نخدم دوسياتي ومغروب والناس كل يشهدوا بذين. قاضي بكيف خدمت بكيف ونتشرف ياسر بالفترة عادية القضاء وانضمام إليها والانتماء للسلك هذايا، ومانيش ندم على الكارير عادية. حتى وقت اللي انت وزير داخليه الشيء اللي وقتها من القرارات من التصريحات القليله نتاعك اللي ما صدقوهاش العباد، غالبا يصدقوك وغالبا يثقوا فيك، كذبت وجود القناصه في الفتره هذيك اللي هما القناصه تحولوا الى شبح في نظر العباد وتحولوا الى حقيقه لازم يعرفوها وتقال عليها برشا كلام. انت من الناس اللي كذبوا وجود القناصه. نزلت شاد في كلامك. انا كمسؤول، انا ولا انت باش تقول هذا الجهاز موجود حاجتين، اما تي لو كونستات سور لو تيران ولا بالوثائق والمعطيات. ما حد شيء يخبي علينا، ما عندناش جهاز في وزاره الداخليه اللي اسمه قناص. ينجم يكون جهاز خارجي كما قالوا برشا عباد في الحرس، فما انا هما القناص، فما ديتيرور ديليت كيما موجودين في الحرس والبوليسيه كيما في الجيش. نحن في الانخرام وضعنا الامني سيتو في نورمال، هبطوا امي هذوك، اما مش كهجزه كاشخاص فرديين، مش كجهاز ياثر فيه جهاز تاع قناصه موجود. ما استعملوش القنص يعني قصدك؟ مش خاطر لازم القناصه جهاز وانسان مسؤول عليه، ما فماش. ربما ما فماش حتى تراس يعني تقصد؟ ما فماش لغز، قعد لغز، قعد لغز. به اخطر زوز قرارات اتخذتهم في حياتك وفي مسيرتك القصيرة كوزير داخلية، القصيرة في المدة ولكنها طويلة في المعنويا يعني. أخطر زوز قرارات هما إقالة 42 إطار ومدير عام وضابط سامي من أخطر رجال وزارة الداخلية في عهد بن علي، من أخطر وأهم زاد. وكلمة أخطر مش بالضرورة نقصد بها يعني من أخطر نظرا لحساسية المواقع نتاعها من حيث النفوذ وإمكانية القرار وكل شيء. والقرار الثاني هو قرار حل التجمع اللي هو زاد قرار تاريخي وخذيته أنت وأصريت عليه وشديت صحيح رغم بعض المعارضات. نبدأ بالقرار الأولين اللي هو عزلت 42 إطار وقعدوا لتوا قضيتهم زالت على السطح واتهموك بأنها مظلمة، ارتكبت مظلمة في حقهم بدون لا قضاء ولا مستندات قانونية ولا حتى شيء. 42 من مدير عام حتى الضابط رئيس منطقة مدير إقليم يعني مشاو كلهم. ثم شكون قال أنه إملاءات ماهوش قرار كنت هذاك، جاتك إملاءات وقائمة جاهزة وطردت. ماكش نادم على القرار هذاك؟ ما تتصورش أنك ظلمت فيهم عباد مش كلهم يستحقوا وأغلبية رفعوا قضايا وتظلموا كل شيء؟ ننظر الموضوع من حيث القرار، من حيث وجهة القرار مع عدمه، وبعد نشوف كأثر يا ترى فما مظالم ولا. عندي قناعة في الفترة ذيك كما عند القناعة ذي عند العديد من التونسيين، نظام بن علي اللي نوعته بالاستبداد تركز أساسا على حاجتين اللي هو الأمنيين وزارة الداخلية والإعلام. لا لا بار الأوتراتور الداخلية لا لا محمد رسول الله والحزب
اي هذوما زوز اما القضاء والاعلام وكل شيء. اعطينا في مستوى وزاره الداخليه، وزاره الداخليه هذوما الناس اللي يخدموا في اطار منظومه معينه. وساهموا بدرجه كبيره في تحقيق مآرب السلطه السابقه وتعسفوا وعملوا كذا كي وقعت الثوره، من جمله الطلبات الاساسيه هو انه سيبلي جماعه الامن. يمكنش مواصله العمل بالاجهزه الامنيه هذيك بالمسؤولين هذوك في الظرف هذاك، ما يمكنش. بون نحن في الفتره هذيك قلت لك انا حبينا باش نركزوا الامن، لا باش نعطيو صفه جديده للامن تغير ون راسيور الامنيين بالتنسيق مع شكون؟ مع المجتمع المدني، مع الحقوقيين، مع الحقوقيين، مع سهام بن سدرين. دونك الكلام اونتر اوتر سهام بن سدرين وغيرها وخاصة سهام بن سدرين اللي هي كانت يقولوا كانت تحكم في الداخلية. لا ما تحكمش الداخلية، تقول لك في عهدك انت قالوا مش كلامي انا، قالوا وكتب بالكلام هذا انها كانت تحكم في الداخلية. عندك جمعية المدنية كل سهام بن سدرين اونتر اوتر الاسامي العديد من الاسماء، وفما دي استراتيجي خذي لك المعطيات هذيك بالتنسيق مع مسؤولين امنيين هذيك، لان هما الاشخاص المشبوهين واللي فيهم مشاكل ياسر والمورطين وكذا، وديست هذيك جدريسين وديست انا اون بارتي، وكنت وقت سيدي ماسي واحد قلت له زيد هذه حينا وكذا وجبنا لسان سيدي ماسي قلي. توفيق دي ماسي تقصد؟ شنو هو البوست نتاعه وقتها؟ وقتها مدير عام الامن الوطني. فهمتي؟ قالت هذا مناح كخيار سياسي استراتيجي يتماشى وطموحات واهداف الثوره في الفتره هذيك. ما ظلمتش يعني. اسمعني. انا ذوما الاسماء ما نعرفهمش شخصيا. قد يكون ربما اخطانا في حق انسان. مش انا كشخص مش لا. قد يكون ربما مسؤول. انت قاضي انا تعرف. مش مسؤول، لا مش مسؤول. تعرف علاش؟ مسؤول غير وزير الداخليه، انت وزير الداخليه. انا مسؤول على القرار. صححت على القرار انت. هي صحت القرار، اما المعطيات اللي جبالك على ضوء تاخذ قرار. باش نعمل اونكيت في الظرف هذاك امور متاكده. حاجات كيما هذه تمس عرض عباد، شرف عباد، مستقبل عباد، خبز عباد. باهي. يلزم واحد يتحرى فيه. ماله بالمقاربه هذيك. مانيش انا باش نعلم. لا اسكت لك بالك. انا اصغر منك برشا وانت قاضي وتعرف وتجربه كبيره. ايه؟ الامنيين الكل اللي خدموا الفتره هذيك وخدموا الفتره البلانيه الكل يتنحاوا. ما يبقى حتى حد. قرار سياسي. سياسي. علاش؟ هذه اون، دو، القانون الاساسي بتاع قوات الامن الداخلي والمسؤولين لا شيء يمنع رئيس وزير الداخليه يقيل باعتبار السلطه التنفيذيه اللي السوبردونيه نتاعو يقيلهم في اي وقت. تروا الاقاله ما تمنحهمش واحد معناها تسلم جرايته. تقاعد الوجوبي هو. تقاعد الوجوبي في القانون الاساسي. تقيلوا وتعفيه من العمل وتعزلوا تخلي له جرايته. تخلي له الشهريه نتاعك. دونك اجتماع ما تضروش. هذا معنويا دمرته. اسمع. مهنيا اللي تخلف المنظومه هذيك وقع ثورات واضح في بلا في من دفع على حد انا راه انا لهنا محامي الشيطان يلزم يتكلم باسم قبل الجماعه الجماعه قعدوا يتظلموا الكل فيهم شكون صحيح متورط وكذا ولكن ربما قد يكون ما عندناش معطيات فيهم مظلومين. اسمعني اما خير قلت لهم تخرج خاطر انت سي فرحات خاطر انت سي فرحات يعني عملت ارتكبت غلطات في القرار هذاك مع احترامي ليك معناها اسمح لي باش نناقشك فيه. جاتك ليستا في الغالب من عند سهام بن سدرين سي محمد عبو ثلاثه اشخاص عندي المعطيات الكل ما نحبش نكذبك اما اكثر من 10 اشخاص وعندي حتى القرار اللي جاك بخط ما تعرفه خط سهام بن سدرين هي الليستا اللي جاتك من عند سهام بن سدرين هذه هي ولا لا؟ تذكر خط سهام بن سدرين هذه اي صحيح هذه ماهيش نفس الليسته بدلوها لك الداخليه ابارامون ماهيش نفس الليسته اللي اقلتها انت ثم ناس حسوا روحهم تمسوا لا قلت لك ليستات هذيك اونتر اوتر ليست سهام مش معناها قلت ما طبقتهاش هي بيدها مش هي بيدها فهمتك واضح اونتر اوتر هذيك انا قلت لك فما حتى اسماء هاو كيفاش نعمل؟ عملت مقارنه العديد من الاسماء تجي حتى بالفاكس ثم ناس قاعد توثق معهم حقوقيين الامنيين في انفسهم سهام بن سدرين سي محمد عبو وسي عبد الرؤوف العيادي ثلاثه ذوما صحيح ولا نسقت معهم اونتر اوتر اونتر اوتر اسمعني الامنيين انفسهم تلقى الاسم يتعاود 20 مره الاسم يقول لك عمل 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 الامنيين بيدهم يجيبوا معلومات ضد بعضهم واضح دونك الليسته كبرناها يلزم تحرير يلزم لجنه ويلزم كي تقول لك هكا كان تلقى الليسته هذيك قدم لي سهام متبنينها الكل نفس الاسماء نقول لك سهام مال تعليم لا مش نفس الاسماء دونك حتى سهام وقتها مش معناها نصدقها 100% عدلته في القائمه اي عدلته في القائمه ولكن سي فرحات الناس هذوما مازالوا يتظلموا جزء منهم في المحكمه الاداريه وجزء منهم في الاعلام ويعتبروك ظلمتهم ظلم فادح ويطالبوا بمراجعه القرار نتاعك انا كشخص وهذا حقهم طبعا الاحتجاج حقهم يحتجوا وانا كاشخاص ويلوموك على حاجه انك زاده كنت تحكي على القرارات الانتقائيه واللي فيها انتقاء كنت تنقد فيها وانت استعملتها لانك
فما ناس زاد ما نحبش نسمي الاسامي فاسدين وقتها وزاره الداخليه ما بدلتهمش وما مسيتهمش، اكتفيت بالقائمه هذيك. وقت اللي واحد يشوف هو تمس واحد معناها كمام متورط وكل شيء يشوف فيه مازال يخدم، اسمع يولي ماهوش لوجيك. انا نجم نعطيك مثل امثال، خليت ابقاء مدير امن الدوله، عندي اسمه ما نحبش نقوله، خليت مدير الامن الخارجي، خليت مدير عام المصالح المختصه، خليت مدير التنصت، خليت مدير عام العلاقات الخارجيه، خليت مدير المخابرات المعروف على الاخر، خليت بون هذه اتهموك انك خليت صديقك زاد متفقد اعلى شعرنا فيه تعرفوا بالكدا اللي خرجناه. ها؟ بقى حل هذاك انا مرتين. ثم شكون حتى يمشي من وزاره الداخليه يقابل بن علي مرتين في الشهر خليته في المنصب نتاعو. يعني هذا اللي منين يجي الظلم. احنا ما يسالش في وقف التامل. اي. ما تمكنلكش بوزاره الداخليه بين عشيه وضحاها تفرق من جميع المديرين نتاعها. فهمت. دو تونعطي مثلا تنصت الاستخبارات، هذاك الهيكل فيه ناس عندهم احترافيين عندهم صنعه. في الظرف هذاك. ما يتعوضوش. في الظرف هذاك ما يتعوضوش. لازمك ناس محترفين تخدم بهم، يفو ترافاي افيك لو طون حتى اما بدايل ولا كل مره تيغرات. ما تفرخيش الوزاره كل تولي كتصرف وقت الانسان يقعد فيها كلبو معناها ما عادش يجمع حتى عمل. اون بارتي هذيك بالك رد فعل. صعيب انه واحد كي يعزل عباد كيما هذوما عندهم تاريخ امني كبير وعندهم بصمات في الامن، صعيب انك تنجم تتحرى عليهم بالكدا بالكدا وتثبت عليهم تهم الا بالقضاء. اش عملنا؟ هذيك إقالة إدارية، عفاء إداري. واللي عنده مشكلة خاصة بكل إنسان حتى واحد شمع. منهم ما ندمت على أنك عافيت وحسيت روحك ظلمته؟ ولا واحد؟ لا. هذاك قرار فرضته ظروف الثورة. أعدت إدماج مالناش حتى خيار. أي وحتى أبار إعفاء ذوما 42 واحد ولا قديش. قلت لي قرار ثوري فرضته الثورة. يتماشى وطموحات ومتطلبات الثورة. بلي نحب بلي لهنا ثم تناقض كبير سي فرحات. صحيح اوكي قرار ثوري واحد جزء منه جزئيا مش برانسيبالمون جزئيا، ولكن اللي تقع إقالة ذم الكل وبعد تجيب تعين في الوقت ذاك سي عبد الستار بن نور اللي هو من اهم رجال الامن نتاع بن علي اللي خدموا الامن نتاع بن علي تجيب تعينه ثم تناقض كبير تنحي هذوما وتجيب سي عبد الستار بن نور يتنحى تجيبه الصباح يتنحى العشيه بامر من رئيس الحكومه سي الباجي قايد سبت. اسمعني للتوضيح خاطر صاحبك خاطر قاضي كيفك لا لا للتوضيح ما تطلبنيش بالاسماء ما نطلبكش بالاسماء ولو اني انا سعيد في الفتره هذيك كان عندنا عسكري هو مدير عام سي احمد شوبير كان احمد شبير مش شوبير شوبير الكل مصر شبير نحيي بالمناسبه سي العقيد هو لا عقيد جنرال جنرال عفوا باش الخطه بتاع مدير العام الامن مدير عام الامن الوطني ما مشاتش الامور بلوكاج توتال بلوكاج مناش الامنيين الموجودين غاديكا بلوكيو الوضع بلوكيو الواحد اتعس حتى خم في تبديله اقترح علي شنو عبد الستار بن نور في تبديله ماكش وحدك تحكم في وزاره الداخليه وقتها عندك صلاحيات كامله ودار سي محمد والجيش ما عندوش سلطه عليك مجرد راي اقتراح لا ما عندوش سلطه سي رشيد عمار وقتها ما عندوش سلطه عليك بكل لا تقترح مثلا ربما تشاوروا يقول لك نو ما تي باس خاطر في بالنا هو اللي يحكم في مش صحيح مش صحيح طولي حاليا الاسم هذا عبد الستار بن نور ما تصورتوش في بالي الفتره هذيك نسيته قال لي بالامنيين ما دام مشاش العسكري معهم كما ينبغي حب ذا لو يخدم واحد معهم اللي هو ديجا كان امني باش يشوف الامور احسن قلت شكون قال الاسم هذا؟ عبد الستار بن نور اللي السيد اقترح عليا قال الاسم هذا والله قلت سي بون انا شو الانتيري اللي عندي اذا كان نلقى مدير عام الامن الوطني يمشي يركح البوليسيه وتمشي الامور بالكدا كما ينبغي في بحث المصالح هذيك غايتي يعني. شو يهمك؟ تجيب حتى سيرياتي بيدو معنا اذا كان يساهم في مش انسان يبدا شغل المهم تركح ما عنديش عليه حاجه خايبه عبد الستار بن نور حتى انا ما عنديش عليه حاجه خايبه اما الصوره العامه انه خدم مدير عام كاتب دوله للامن الوطني في عهد بن علي مده طويله ما ينجمش يكون معناها هاك كنت تحكي لي على الثوره كنت تحكي لي على القرارات الثوريه ما الثوره شو تقول قلت الثوره تقول رجال بن علي يلزم يبعد لا المقاربه تجوز تو شيخ الديماسي سي مدير عام الامن الوطني موجود تو موجود تو اللي كان يخدم معايا واللي يخدم في بن علي هو مدير عام موجود تو سي البوزيدي مش البوزيدي اللي قبله سي نبيل عبيد لا سي نسيتو
اللي سميتهم بكري ديميس، سي ديميس، سي ديميس، سي توفيق ديميسي كان مدير عام. توفيق ديميسي فوالا هو موجود تو يخدم مدير عام الموضوع. يخدم معاك مش مع عفيتو انا ورجع. اذا كان الظرف يقتضي باش ادي خدمه امنيه من شانها باش تساهم في استقرار الاوضاع، علاش تنحى في نفس النهار؟ تعينتوا الصباح تنحى العشي، روح العشي قالوا له اقعد في الدار. ولا ما جاش جمله البيرو، جاء علاش تنحى تعين الصباح تنحى العشي بامر سي الباجي قائد السبسي وقت قال لك كيفاش ما تشاورنيش وتعين عبد الستار بن نور وقامت عليه القيام. خاطر سي تافيري اللي فما انسيدون وقع بين سي عبد الستار وسي الباجي فتره معينه وربما اقترح لي الاسم الى فولي بروفوكي ان انسيدون معايا مع سي الباجي. فوالا عمل لك فخ خاطر سي عبد الستار بن نور نعلمك هك قلتها وحدك. سي عبد الستار بن نور معروف بانه في وقت من الاوقات هو اللي كلفه بن علي بمحاصره كمال الطيف وب معناها الامن وقت اللي كمال الطيف تعرض للمضايقات نتاع بن علي وحرقوا له المكتب نتاعو وعملوا فيه وراقبوه وتعرض للمحاصره والسجن وكل شيء في عهد سي عبد الستار بن نور. المعتضى عرفته بعد ما خرج بالداخلية. قولوا ميسيلش قولوا. مالوريزمون بور بوي صحيح عرفته بعد صحيح. انت جبت قلت صحيح. اي دونك هذا يعني هذا انا ما نعرفش المعلومه هذه يعني لو كان جيت نعرف المعلومه هذه لو كنت عارف المعلومه يا سيدي هذا شو يعني لما عينته هكا اعترفت بالمعلومه هذا يعني انه سي كمال طيف وقتها حكومه الظل يعني يحكم عنده نفوذ. الوضع هذا ماذا بينا تجاوزته الاحداث اش بك خايف؟ لا مش خايف مش خايف ربما الوضع الحالي كي نذكر له الاسم هذا وش جوزته الاحداث تدخل بعضك سيف. لا لا با دي تو لا 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 ضميري مرتاح وعملت كان ملي علي الضمير وراضي اللي عملته ماكش نادم مانيش نادم بكل على التصريحات نتاعك هذيك القنبله ماكش نادم بكل مانيش نادم وهذاك صحيح هما جعلوا منها قنبله والحال وانا اغلب في جانب كبير منها صحيح جانب كبير فيها شويه دعاء جانب ربما جانب الجيش هو اللي غالط لا لا ما اختار من الجيش ولا من الحرس في جانب كبير منها ومش هو مخذبه كلها كمعلومات والحال الطريقه التي وقع عرض بها الفيديو هذاك جانب كبير منها ديدكسيون معناها وجهات نظر استنتاجات دونك تولي كلها صحيحه فيما عدا الاستنتاجات هذيك قراءات شخصيه ما نعرفوش شنو الاستنتاجات ولكن ما عدا واش قلت ولكن انت توا بشويه جيت لحكايه حكومه الظل اللي هي كانت موجوده في الوقت موجوده 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 وتحكم ما كنتش عندك معناها كان ثم شكون يحكم فيك من وراء الظل ابار سي الباجي يعني ولا ثم شكون كان يحكم في سي الباجي نحن علاقتنا مباشره مع الوزير الاول ما نستحقوش شكون مشي انا مباشر ربما خلفيه اخرى هذيك مساله ثانيه. باهي نمشيو للون القادم والمنطقه القادمه في الحوار، اهلا وسهلا بك. نجيو الموضوع هذا الكبير اللي ما نجمش الناس تلومني لو كان ما نجبدش عليه في الحلقه ولكن نحب نجبد لك على موضوع الارشيف البوليسي السياسي اللي الناس كل تحكي عليه توا والناس طالب بفتحه وبرشا ناس طالب بفتحه لانه فيه اسرار جزء كبير من تاريخ تونس وفيه حقائق وفيه برشا حاجات. ارشيف البوليسي السياسي في عهدك انت مازال موجود مازال موجود ومازال سليم محفوظ يقولوا انه تمس في الفتره هذيك وقع تهريب بعض الوثائق وانه استغلت بعض الوثائق وكل شيء. مشيت له انت الارشيف تعرف شكون المسؤول عليه ما نسيتوش ما نسيت ما سيناش ما خذيتش اجراءات باش تحفظ باش الفتره هذيك ما اعطيتوش اهميه لان الوضع الامني السيد في البلاد هو الطاغي على جميع الاعمال بيكون اخر ما نفكروا فيه الارشيف والارشيف الامني اللي هي وزاره الداخليه اللي ساهرين عليه ومسؤولين عليه هم امنيين اللي ربما مورطين وبالتالي معناها حفظ الشيء عند انسان هو معناها كيف لامبليكي دونك سي فرحات يعني الارشيف السياسي ارشيف البوليس السياسي يعني ثم شكون اخترقوا تهربت منه ملفات او
تهزت منه ملفات او قاع استعماله او استغلاله من طرف جهات معينه تحس هكا، خاصه انه انك وقت وزير داخلي ما حبيتش تقرب للباب نتاع الارشيف وتجنبت انك تمسه لانك تخاف زاده ينجموا يصفيوا لانه خطيره المس. الوقت وقت ما يسمحش وموش من اولويات بالنسبه للنظر البوليسياسي، فضلا عن كون الناس اللي يعنيها امر بوليسياسي هم ديجا مازالوا مسؤولية في وزارة الداخلية، وبالتالي المساس مسألة كما كي فيها جانب كبير من خطورة حتى على سلامة الشخص اللي باش ياخذ قرار من حيث الحجم اللي طرحته أنت، وبالتالي وقتها بسابق الأوان وقلنا معناها مازال الوقت ما جمعية المجتمع المدني أثار مشكلية بتاع الأرشيف بتاع البوليس السياسي، قلت لهم أنا من السابق بالأوان باش ننظر في الموضوع هذا، فمعنا أولويات أمنية متأكدة في البلاد أهم من النظر في الأرشيف. بقى الأرشيف تقول يبقى ما بقاش، شكون مسؤولين عليه؟ مسؤولين أمنيين اللي هم ربما أمبليكي في السيستم. بالتالي ما كانش يضمن معناها بقى ولا كما نقولوا وقعت محافظة عليه بكل موضوعية بكل صدق. شنو تقترح أنت لمعالجة هذا الأرشيف واستغلاله واستعماله؟ شنو تقترح؟ شنو هي اقتراحك يعني؟ أنا الأرشيف البوليسياسي إذا وغيروا من الأرشيفات الموجودة في كامل الوزارات. إن شاء الله ربي يسهل القانون بتاع العدالة الانتقالية يقع إقراره، وبالتالي يقع حمل كل في إطار العدالة الانتقالية لمعالجته حسب الإجراءات القانونية في إطار قانون جديد. أنت راهو عندك فيه ملف غادي، الملف نتاعك راهو موجود ربما غادي. تحركاتك وسكناتك وأخطائك وهفواتك وأسرارك والتجاوزات اللي عملتها والإجرام اللي ربما قدرت ارتكبته بن علي كان يقيد عليكم في كل شيء. والله ماذا بي في التقاعد حبة ذلك وأجد بعض ملفات تعنيني ما كنتش على علم بها. وقت أنت وزير داخلية ما حرستش باش تشوف لا ما حرست وهذاك تأكيد، وأنا ما عندي حتى شيء ما حتى شيء دونك ما حرستش. لو كان نمشيو في إطار تصويت ليزارشيف لو كان عندي إشكاليات راني مشيت ملف تاعي أنا سحبته ومشيت قطعته. به القرار نمشيو للقرار الثاني الخطير من اخطر القرارات التاريخيه اللي اتخذتها انت في الفتره هذيك بعد قرار عزل ال 42 اطار ومدير عام في الداخليه. القرار الثاني هو قرار حل التجمع اللي انت اصريت عليه وشديت صحيح فيه لانه مطلب شعبي ومطلب ثوري في الفتره هذيك، رغم انك يظهر لي وحسب معلوماتي سي فرحات تعرضت الى ضغوطات باش ما تحلش التجمع، ثم اطراف دخلت وقالوا لك ما تحلوش، صحيح ولا؟ صحيح. تعرضت لضغوطات؟ اي انا القرار تاع حل الحزب السياسي اقتضته ظروف انا الثوره ومطلب حيني ومتاكد ملح وبالتالي نحلوه وخاصه معناها الجانب الامني وكنا نسرع اتخاذ القرار الحل به باعتباره كان فترة هذيك جانب كبير من الحزب من مسؤولي الحزب مساهمين في تردي الاوضاع في اشعال فتيلها. وفما حتى فما المتهمين بانهم عملوا حتى ميليشيا وصدرت العديد من القرارات بايقاف الامنيين ايقاف المسؤولين اللي هما في الحزب كذا حتى واحد ما استجاب. شنو حتى واحد ما استجاب؟ اش معنى؟ في الفترة هذيك لقاو الفتن واشعال النار في الولايات اشعلوها مسؤولين وقتها نتاع بن علي؟ لا مسؤولين حزبيين جهويين بالليست بالاسامي موجودة عندكم الليست الاسامي أي. 114 واحد وقت الاسم وحتى مدير امن وقت شاهد شعلوا الدنيا وهما تابعين تجمع. انا شعلوا الدنيا شنو شعلوا مش بوسيلة التشعيل يعني عملوا فتنه فوضى بيربسيون الوقت وكانوا هما السبب فيها تابعين تجمع تابعين تجمع كل مسؤولين سياسيين دستوريين في المناطق داخل الجمهوريه تجمعين نقول الاسامي موجودين الاسامي هذوما ثابتين جاتكم معلومات فيهم وامرت باش توقف وتكررت المعلومات يعني التجمع كان يحب يعمل شبه انقلاب على الثوره ما نعرفش هذا شيء يعني حسب ولو انه ماهمش برشا العدد اللي قلت عليه وفما جانب كبير اما يكون تابع للتجمع اللي سيت موجوده وقتها مدير الامن يعني معناها بي لو كونفيرمي فما جماعات اخرى اللي هي نقابيه في اطار الشعب المهنيه دونك هذوما كنا باش نوقفوا الطياره نقابيه من الشعاب المهنيه فهمتك هذيك حاجه اخرى احتجاجات نقابيه لا مسؤولين ينضموا للشعاب المهنيه اللي براتيكمون شعاب شعب تجمعيه فهمتك دونك الاشخاص هذوما ما بقاش يقافوا لكن يتحركوا شكون اللي ما حبش يوقف؟ الامنيين وعلاش؟ ما نعرفش ربما جات تعليمات من جهات اخرى هذاك علاش بعد لاحق الاعفاءات مرتبطه بالعديد من الاحداث اي تمردوا يعني فوالا امنيين متمردين على قرارات وزير الداخليه ما ينفذوش نعم
ما ينفذوش قراراتك معناها. ليه هو مش هو ما يقولكش ما نفذش. تعذر ايقافهم ولا ضبطهم ولا كذا. بريسك تمرد يتسمى. دونك وقت قلنا الايقاف العمل والنشاط هذا يلزم يقصوا الاكسجين اللي هو التمويل. وقت جات الفكره تاع حكايه تعليق نشاط التجمع باش يخص عليهم التمويل. الفكره هذه جاتني قابلت السيد الوزير الاول وقتها بدي عرض الفكره هذه طلبت مقابله مع السيد الوزير الاول اللي هو سي محمد الغنوشي. سي محمد الغنوشي وسي فؤاد المبازا رئيس الدوله. سي فؤاد المبازا عرضت عليهم الموضوع. قالوا لي. لا قالوا وي. سي بون انا نعرضوا التقارير الامنيه. ما شكون اللي كلمك نص الليل قال لك فك علينا؟ بشويه. قالوا سي بون الفكره. ايه. نهار حد وقتها. على اساس انا قلت لهم راهي تساهم بدرجه كبيره في استقرار الاوضاع خاطر غير مسلمه. معناها هما باش يضحيوا بالحزب لضمان تهدئه الاوضاع. واضح. سي بون. كي مشيت انا في الستات العشيه كتبت الواحد وعديته وتفاجئ السيد محمد قال لي انا ما تفهمناش بصفه باته. ما تحلش بصفه باته التجمع. ما كيفاش؟ جمدوا يعني. لا على التعليق. اي على التجميد ديجا لا. على التعليق بل الحل. تجميد وقتي قضيك. تجميد وقتي لمده شهر. ندم يبدو لي ندم. قعدش تراكتاسيون تراجع ما تراجعش كذا. كلمك رئيس الدولة نص الليل. قبل رئيس الدولة فترة ذيك باش ربما أثرت في حكومة الظل وكذا فترة ذيك برش أشخاص فاعلين في مستوى التجمع كل مرة كانوا يخاطبوا فيه في التليفون يكلموا فيك ولا لا مش يكلموا فيه يكلموا في سي الغنوش حتى شاك فوا نحاول نتصل به يقول له يكلم في فلان يكلم في فلتان فهمت آخر كلمة وقت ما يمكنش تراجع شديد صحيح وقت اللي معناها وقت اللي سلم في منتصف الليل ربع نص الليل ربع كلم السيد رئيس الدولة سي فؤاد المبازا قال لي بارك فيك وشكرني ويعطيك الصحة وكذا قال لي تراجع في قرار التعليق شديد صحيح قال لك تتراجع في قرار تجميد التجمع شديد صحيح لا قلت والله يبارك أنا شكون هاب تحب الصراحة راحة قلت الله يبارك مش شكون أنا قاعد يحاول فيا لكن بعد دور رشيد عمار حاضر المكتب قلت له قرار ما نتراجعش فيه وغدا مانيش راجع يعني في تونس في الوقت هذاك مازالوا التجمعين فاعلين، عندكش فكره انه ثم كلام تردد انه بن علي في الوقت هذاك بكل صراحه كانت مازالت عنده اتصالات ببعض المسؤولين تاع الحكومه نتاعكم، بعض المسؤولين قصدي. ما تعرفش. ما تعرفش. جاله لا ما نعرفش. ربما ما نعرفش. يعني رضيت ضميرك. سي البيجي قايد السبسي. لا الفتره اللي فيها سي محمد الغنوشي، مانيش نحكي على سي البيجي قايد السبسي. سي بوسيبل. سي بوسيبل. كل حال انا ما اتصلش بيا. ما تحسوا مازال يحكم؟ الفترة هذيك لا سيفينية لا من بعيد يعني ولا يحكم عن طريق رجاله ممكن مادام تقول لي تجمعين عملوا تسبوا في احتجاجات وكذا وحبوا يشعلوا الدنيا في الـ في الـ في الجهات معناها يعني التجمع مازال كان عنده امل الوقت ممكن حزب التجمع ربما مازال عنده امل ما تقطعش اما كشخص كزي زي العبدي بن علي وفاه بيان سور اما لا فما ناس قالوا حب يرجع وكل شيء فما برشا تصريحات متضاربه في الجانب هذايا بون ما تعرفش انك وزير الداخليه ولا ترى لا تسمع لا تتكلم حتى التجمعين ماشي رجعوه انتهى امره واضح به سي البيجي قائد السبسي انت خدمت مع سي محمد الغنوشي وبعد وقت اللي تبدلت جا سي البيجي رئيس حكومه وانت قعدت معاه من وزراء وزير الداخليه ما تبدلش قعد مع سي البيجي باش يكمل معاه سي البيجي يظهر وكانه معناه بصراحه وكانه يكرهك يحقد عليك سامحني في الكلمه سي فرحات التسجيل اللي تسرب على سي البيجي التسجيل الصوتي اللي هو تو في المحكمه سب لك بوك بريسك سامحني في الكلمه حاشا بوك بريسك سب لك بوك معناه انت وسهام بن سدرين وقال فيك كلام خايب وقال حتى صغرك شوي قزمك وقت اللي جيت البيروه معناها وكأنك جيت كذا سامحني في الكلام وكأنك في حالة كذليل وكذا جيت البيروه وقلت له لا سي الباجي أنا راني داخلية والله حطوني فيها وأنا خاطيني وما نعرف شنو يعني قال كلام مسيء علاش سي الباجي لكلك شعور الحقد والكره هذي علاش تكون واضحين هو كي جاء لما عينه كوزير أول من عينه من جلبه نحن الحكومة شكون عينوا به كي وقت الثورة ما تكون واضحين بالكدا تحب الصراحة نحب الصراحة كي وقت الثورة النظام اللي تواصل في سواء كان في حكومة الغنوشي ولا في سي البيجي قايد السبسي هو تواصل النظام القديم اي بيان سور واضح ولا لا؟ دونك جايان سي البيجي قايد السبسي استمرار التوجه هذاك وبالتالي في اطار النظام اللي كان يرعاه التجمع بحيث هو كي جاب براتيكمون ريالمون هو التجمع
دونك ما يقبلش باي حال من الاحوال باش انا نكون حليت تجمع. وبالتالي في حال التجمع حقد عليك خاطرك حليت تجمع ما فماش حد سبب اخر. هات نقول لك علاش هذا باخذك معنا كنا على يقين ما يكون هذا كان هذا سبب. علاش خاطر في العديد من المناسبات تقول السيد هذا ما نعرفوش. صحيح. هي كيفاش انت سيد ما تعرفوش وتكون حاقد عليه؟ انكونسيدابل ما تجيش. دونك حقده هو في حال الحزب سي طافي نورمال. اون ودو خاطر مشيت تمشي اخر نهار تاع عيطتي نهار الاثنين الصباح 9 تاع الصباح باش يعزلك باش يعزلني وقت خديت قرار اخر اللي هو خطير انا لكن لم يكتب له النجاح عزل المعتمدين قالت جميع المعتمدين المتبقين اللي معدل 135 135 معتمد قررت باش في الفتره هذيك بتاع قاعد يرقن الله اعلم مسؤول على مدير الشؤون السياسيه في الوزاره يكون مرقن حتى السم وقتها وقع الاتصال بالديوان الوزير الاول وقالوا الاجراء هذا ربما باش يكون عنده اثر خطير لما بقي من لا وزاد هو قال أن انك انت زادت انك عينت سي عبد الستار بن نور يعني خطا لا يغتفر وما شاورتوش كيفاش تعين رجل من رجال بن علي ومتغش عليك على الحكايه هذيك. لكن الفتره اللي قبلوها عينت مديرين عامين الامن الوطني وما شاورتش سي محمد غنوشي. لا ولكن الاسم هذاك معروف بارز ربما طرت اي لكن تعين هذاك ما يستدعيش علاش سي الباجي ما يستدعيش قالت لا معناها انت توك وكانك تقول سي الباجي عنده حنين عطف على التجمع وما يحبوش يتحل وانتقم منك لانك حليت التجمع. لكن هو اذا كان هو وين ترعرع؟ ترعرع في الحزب الدستوري. هي دي هو والتجمع بعد شد عضو لجنه مركزيه في التجمع عامي. شنو تبدل اسم لكن الهياكل والتوجهات والافكار براتيك هي نفسها كل الاشخاص. دونك هو ما يقبلش باي حال من الاحوال سواء كان تجمع ولا كان قبل الحزب الدستوري باش يقع القضاء عليه الحزب من جذوره. كنت سمعت لي انت كنت باش ترفع به قضيه على الكلام اللي قالوا في التسجيل الصوتي هذاك. لا قبلت وبعد بطلت رجعت. لصقت انا وسهام بسدرين وتقابلنا ورينا من الاصلح في الظرف هذاك ما تخرجش بتهيئة تعتقادي ربما معناها ما تخدمش البلاد عموما ولا تخدم اجندات سياسيه معينه ولا نحن لا حاجه لنا في الدخول في هذه المتاهات. يعني عن طريق سي الباجي قائد السبسي اللي هو ما ينكرش انه صديق سي كمال الطيف حسيت وقتها وتكلمت وعبرت انه سي كمال الطيف هو حكومه الظل هو اللي يحكم. كلامك هذاك واعي به واعي به ما علاش اعتذرت لسي كمال الطيف وتراجعت في كلامك تراجعت قلت فماش حكم ظل جاني. انا سمعت لي انت اعتذرت لكمال الطيف. لا مع الكلام اللي قلته عليه. وشو الكلام اللي قلته انا؟ قلت انه حكم الظل هذه تهمه يعني الراجل ما عنده حتى صفه اتهمته بانه يحكم في البيت. فما شخص قال خلاف ذلك لحد الان اليوم الساعه فما ناس مفاو والناس اكدوا مش ناس كل اكدوا يا سيدي ما هو نحن عندنا كيما كل الاحصائيات ما يختلفوش اثنين في اليوم الشيء اللي توجد في وقت من الاوقات ولا صبر اراء مش ما نحتاجوش لصبر اراء في الفتره هذيك هذاك هو التواصل معناها سيناريو واضح من غير ما ندخل في تفاصيل. اي من غير ما ندخل في تفاصيل ما زلت ثابت على كلامك ومتشبث بكلامك. تعرف اللي انت حطيت روحك في الخطر بالتصريح هذاك اللي تسجل لك في الفيديو ما نعرفش تلقائي ولا متعمد انت حبيت تصفي حساباتك وتنتقم من العباد اللي خرجوك من وزاره الداخليه لانه اونتروتر ثم شكون يقول انه كمال الطيف ساهم في اخراجك من الداخليه زاده مش كان سي الباجي. حبيت تنتقم منهم خرجت التصريحات هذيك وانت تعرف انها باش تتعدى في الفيسبوك لانك ماكش انسان ذكي وانسان مسؤول وانسان عندك خبره وانسان عندك شويه دهاء يمكنك تعرف اللي الناس قاعده تسجل فيك خاطر ظاهره تسجل فيك وانه باش يتعدى الكلام هذاك. ومن بعد قلت شنو ما في باليش اللي هو تسجل. تحب نقول لك صحيح من حقه باش يدافع عن روحه ولا من حقك من حقك اثنين ناكد لك وعيد بالنسبه للتسجيل بالطريقه اللي تتعامل في باليش به علاش؟ لان الطفله الصحفيه وربي يهداها معناها تكتب ستيلو به ما نرجعوش للتسجيل ولكن الكلام هذاك حطك في خطر لانه ثم شكون قال انك تلعب مع الكبار اصلا السواحليه وكمال الطيف وما نعرف شنو ما نجبدوش الجانب الاخر. انا قلت الشيء اللي عشته ومقتنع به وعينته وامنيا مأكدينه الكبار يعني اونتر بارونتيز باش نوضح كلامي الكبار يعني الكبار سوا ديزون كبار في النفوذ الكبر الاخر ما نحكيوش عليه هذاك الكبير ربي فما حتى واحد كبير كبار في النفوذ تفضل توضيح الشيء اللي قلته ما جبتوش من مخيلتي عشته وتاكدت منه وثابت امنيا وواقعيا امنيا
منين بحث التقارير؟ ما عنديش تقارير. تقارير تجيك وانت في كوزير الداخليه، اي معلومه تحب تاخذها على انسان تكلف واحد الصباح 9 9 و4 يعطيك المعلومه، ما تدخلش حتى اللوندما تقول مثلا فلان وين يمشي يكون بحذاه وكذا يجيك المعطيات الكل. دونك بعد المعطيات قلتها نعرفها. يعني ما ندمتش على تصريحاتك هذيك؟ ما ندمتش؟ ضميرك مرتاح؟ ما ندمتش، ما ندم على التصريحات صحيحه، ما ندمتش عليها. صحيح. صحيح. حطيت حياتك في خطر. في الوقت هذاك والله فترة في الوقت هذاك انا سمعت انه مسؤول كبير في الدوله هذيك مش لازم نزيد نسمي وانت تعرفوا شكون امر بمحقك وبمحوك وبسجنك وبالقضاء عليك وكانت التعليمات صارمه وحازمه، السيد هذا يلزم تقضيوا عليه، صحيح ولا؟ صحيح. فوالا. وانت اضطريت حراره الروح وكذا وحياتك ولات في خطر وعائلتك اضطريت باش تهرب الفيرما في الشمال في ولايه بنزرت تتخبى غادي في انتظار تتبع في الاخبار نتاعك، وكنت وقتها يعني حتى الناس حبت نجات بنفسي والشعب الكريم الشعب الكريم مسيو تو الموند حبك وقت حبوك زواوله وكذا وتكلمت، ووقتها الناس ناقمة على البرجوازيه ولا كيفاش، فما صراع طبقي وناس ما جاعت برشا وكذا حبوك خاطر كنت صوتهم. تخبيت. كنت فتره عصيبه. صحيح عصيبه الفتره هذيك موليت معناها لابيت اباتر. اي فوالا. أنا قلت حاجتي القرار الحاسم وقتها موكول لمسألة القضاء، حاجتي يا ترفع الحصانة يا ما ترفعش. تستنى في قرار هوريزمون بور موا القضاة توقف وما ربي نجاني من القوم الظالمين. قعدت لو كان رفع الحصانة كنت باش أبحروا ماشي لإيطاليا وسويسرا. باسبور حاضر وكل شيء، عندي باسبور دبلوماتيك، أي باتو باسبور دبلوماتيك وعندي باسبور واحد مصرف الديفيز وأموري منظمة. ماشيين السردينيا ولا سيسيليا وتعديوا الروم نمشي الجنائب. وقتها انت معناه مش تكون اول وزير داخليه يحرق. وقتها نسقت كلمت الرئيسه المفوضيه الاوروبيه هذيك عندي صاحبي قلت لها راني جايب بحذاك حضر لي الجرايه لا اتونسيون والمخد من فما المؤتمر العالمي تعمل في سويسرا وقت ديبي مي حقوق الانسان قالت لي اجا ونعطيك الكلمه واعمل خطاب ومش تعمل خطاب من غادي هي. مش تهاجم فيه الحكومه تاع البيجي قايد سبسي باش تكشف اكثر من هكاكه ندافع عن روحي باش تفرش الاوراق الكل هذاك نسقت وعندي شكون معناها يوم الافتتاح الاجتماع باش نقعد كل شيء منظم تستنى في القرار تاع دبشك حاضر باسبورك حاضر باش تحرق منشيرة بنزرت البابور حاضر ومازوت مريقل بلان وكل شيء مريقل الباسبورات الدوفيز حتى حوايجي مريقل من كثر ما ايست احباط وليت حياتك مهدسه فرحات دارك يعسوا عليها الناس الشعب لا بارا معناها انا وليت انا مقصود شخصيا اي مقصود مستهدف من شكون سي فرحان شكون اللي اعطى تعليمات باش يتقضى عليك فترة كل سنه سي البيجي رئيس الحكومه اي سي البيجي وليت انا معلش ودور قالها في الخطاب تاعو قال سي شو اسمه حبيب عاشور معناها عمل اقل مني اعطاه 10 سنين معناها انا مش عطيني بقيه عمر حطيت هكاك وشنو العمل اللي عملته؟ انا اديت واجب في اطار معناها لا دخلت قريب تدخل البلاد في فوضى شنو العمل اللي عملته؟ قريب تدخل البلاد في فوضى اسمعني هذاك اجتهادي انا ناديت لي ولا قمت بالعمل تي دو اسيومي لي كونسيكونس تاع العمل تاعي ان اصبت عندي اجران ان لم اصب ديما عندي اجر حاصل ولكن الوضع هذاك قبلته وش تعاقبني وقتاش تعاقبني انا؟ تعاقبني كي جاني نعمل اعمال لا الاعمال اللي عملتها هي صحيحه ما نسبتكش مش كيما تنسبكش اعمال نولي انا اي ولكن ولكن انت قبلت وكنت الوضع اللي حكيت عليه انت من بعد ما حكيت عليه كان خرجت وقت اللي كنت تخدم كنت متعايش معاه وقابله كنت قابل ثم حكومه ذل تعرف كل شيء كذا اما كي تنحيت وليت يلزم تنتقم علي وعلى اعدائي انتقمت كي تخدم معاه ما عمل لي حتى شيء كي جاي بعد عاقبك يقول لك ما نعرفكش ويعاقبك تكشف الاوراق بس تصفي نورمال يعني حد دفاع شرعي هذيك من حق باش نتكلم وانا من نوع ما نحبش الانسان كي معناها كي واحد كي يقول كي مارش سور مي بي من حق باش ندافع في الوقت هذاك كمال طيف رجع عليك قال كنت تقيم علاقات شديده الخصوصيه مع دوائر عائلتي بن علي والطرابلسيه وتلك الاسماء من العائلتين ما زالت على علاقة بالراجحي بعد الثورة وأن بن علي أملى عبر وسطاء موجودين في تونس عليك كلامك اللامسؤول اللي قلته في التسجيل والله ما نعرف منهم حتى إنسان طرابلسي جامي كيما التوانسة الكل إلا نعرف إنسان من يعني ما تحسش أنك في الوقت هذاك البلاد على شفاه هاوية والناس تهدي في الأوضاع وت
تمشي للاستقرار. اخترت التوقيت الخطأ باش تقول الكلام هذاك، قريب تدخل البلاد في حيط كما يقولوا، وما كنتش راسين وما كنتش معناها متمهل. اخترت توقيت معناها كان ينجم يشعل الدنيا، وتحولت انت الى بطل شعبي مقابل انه البلاد تدخل في حيط. تصريحات نراها عاديه. استغليت عواطف الشعب وعواطف الزواوله وعواطف الناس وعواطف الثوريين، والعاطفه الثوريه مازالت متأجه، استغليتها. لا، وفكرت كان في روح اي تصريح في الانتقام. اسمعني، اي تصريح تحب تكبره وسائل الاعلام تكبره، تحب تطفيه تطفيه. لا، سي نورمال تقول كلام كيما هذاك وتحب تكبره. كلام كلام كبير بطبيعته، بالعكس وسائل الاعلام ما زادته حكي ما هو. مادام كلام واقعي بوركو با عليه. مادام صحيح من حقي باش نعبر. الثوره علاش تعملت؟ اونتر اوتر حريه التعبير، من حقي باش نعبر. بالطريقه التي اراها شخصيا. ما تشكلش جريمه. قريب تدفع ثمن غالي سي فرحان. قريب تدفع تكاليف غاليه باهظه، حياتك ومصيرك ومستقبلك وعائلتك قريب تدفعها. ما علاش؟ مقابل اللي قلته، كنت هك تحكي، كنت تحكي هارب في ثانيه بعيده في ولايه بنزرت، ومش تحرق ومحضر باسبورك باش تهرب عن طريق البحر وباش تولي حارق. يعني كنت باش تدفع تكاليف باهظه جدا في سبيل البلاد، في سبيل الدفاع على نفسي. وبعدين معناها تورطت في سيستيم اللي هو مشبوه الفتره هذيك. جدوى ناسيمي لي كونسيكونس. نظام مشبوه وقتها تورطت فيه تحس روحك. يا اخي نظام حكومة سيلباجي الفترة هذيك. الشعب التونسي عموما راضي على راضي بون، معناها فترة نتاع ثورة واحد نسبية. فترة نتاع ثورة. لكن ما يمنع حتى شيء مش راضي. سي نورمال في الفترة هذيك مش تكون فما فوضى واضطرابات وواحد. مش نورمال تو الفترة هذيك الناس المسؤولين جاي هما وحكينا فيه اللي هما مسؤولين سابقين. وبالتالي معنا الشبهه كما قلت بالنسبه لنا نحكي بالقضاء، الشبهه موجوده في المصداقيه تاع الحكومه الانتقاليه في الفتره هذيك. وبالتالي اذا كان دخلت فيها انا وربما تقع لي اشياء ولا تبعات ولا ربما نضر جو دو بيي لو بري. وتوا كي تقول الكلام هذا ماكش خايف؟ ماكش خايف من كمال الطيف؟ النفوذ نتاعو والعلاقات نتاعو. كمال طيف ما عندي ما حد شيء، انا كشخص ما عرفت الفتره هذيك وما عملي حد شيء. كان يعاين في المديرين في الداخليه سي فري، كانوا اصدقائه. توا وخرجت قضيه في الفتره الاخرى، تليفونات مع مديرين كانوا يخدموا معك. ما عنديش 700 مكالمه ما نعرفش شنو كل واحد قديش. ولا مش صحيح قضيه مفتعله في التعيينه. في التعيينه الفتره هذيك نعيط كل وزير داخليه يعين وحده، مش ما عندوش يدو طالب باش يعين مديرين بالواقع. ربما شنو في التنسيق كيفاش تعملي التعيين؟ تم تلقى مدير عام ويشاورك. هو اصلح. ربما تقول هو اذا كان يتعامل مع اشخاص اخرين وارد، اما بالنسبه لي انا معناها ما نعرفش اللي هو قاعد يعين ولا يعمل وما نتصورش دوره. وتوا ثم قضيه راي عام اسمها قضيه كمال طيف توا في الساحه التونسيه، ومتهم بالتامر على امن الدوله وكلام كبير، ولتوا ما فما حتى شيء، ما فما حتى جديد. هل تعتبرها زوبعه في فنجان وقضيه سياسيه لعزل كمال الطيف ويستعملوا فيها، والا تنجم تكون قضيه واقعيه وحقيقيه ومبنيه على ملف كبير؟ لو كان اثيرت القضيه ذي السي كمال الطيف في الفتره اللي موجوده في الحكومه الانتقاليه ولا السي كمال الطيف البيجي ولا واحد غنوشي، يمكن القول يستقيم نسبيا. اما تو في الظرف هذا والترويكا معناها متمسكة بالسلطه ومباشره، انا راه ما نتصورش عنده حتى اي دور حتى يسلم جلده يقولوا معاه. باهي نمشي وبالتالي في رايي تعتبر بمثابه الزوبعه في فنجان. بريال كنت زمانها في الظرف قضيه الحالي. فارغه هي صحيحه ما قضيه فارغه تنجم تكون صحيحه حسب معلوماتك؟ يعني يشبه الكلام اللي قلته انت قبل. في الظرف الحالي توا ما عنده حتى اي شيء، ما عنده حتى معنى. هو كشخص توا ماهوش فاعل. ما عنده حتى دور. توا قبل كان عنده دور كبير. قبل ممكن. توا لا. باهي نمشيو للجزء الاخير من هذه الحلقه سي فرحات، يعطيك الصحه على صراحتك واهلا وسهلا بك. مرحبا. سي فرحات ساعة نحب نسألك، مشيت انتخبت كما المواطنين التوانسة الكل. إيه؟ بتلقائيتك وصراحتك قولي شكون انتخبت ساعة قبل؟ انتخبت مستقلين. لقيت الريبونس. مستقلين. اليوم مقتنع مستقلين، علاش؟ خاطر فمسؤولية كبيرة ياسر في الانتخابات هذيا اللي هما أقصوا المستقلين، طريقة الاقتراع تقررت. ما انتخبتش حزب معناه؟ لا باختصار. مش مقتنع بهم الأحزاب الكل. الكل. لا النهضة ولا التكتل ولا المؤتمر ولا البي دي بي ولا حتى حزب.
منتخب مستقل. علاش؟ الفترة هذيك مش في المستقبل. أنا قناعتي لصياغة الدستور باش يمثل جميع شرائح المجتمع وجميع الطوائف. يلزم في أكبر تشارك وحضور مثل الشرائح الكل. ما يكون كان عن طريق مستقلين، عن طريق الأحزاب لا. أنت يظهر لي وقت في وقت من الأوقات توقعت حتى فوز النهضة بالسلطة. توقعت يعني في تصريح من التصريحات كنت متأكد أنه النهضة باش تفوز بالحكم. صحيح. علاش؟ لسبب بسيط. الحزب الوحيد المنظم المؤثر ومتواجد في جميع جهات الجمهورية هو حزب النهضة. وتعتبرها الحزب الوحيد اللي تحرك بالكدا. الحزب الوحيد المنضبط بالكدا. دونك المجال مفتوح باش ينجح معنا فاسيل. اي فاسيل يجري وحده في السباق. تعتبر أنه النهضة خيبة الأمل اليوم في السلطة وإلا الصعوبات هي اللي تغلبت عليها وعادي جدا الوضع؟ ما نقولوش خيبة أمل، وإنما النتيجة الموجودة توا ما كانتش في مستوى طموحات وانتظارات الشعب التونسي ككل. ما خيبتش الأمل يعني جزئيا. هاو خيبة الأمل فين؟ المسؤولية بتاع أونتر دو غران غيومي تقول خيبة أمل. ما تحملهاش النهضة وحدها، باش يكونوا مثلا عادلين. النهضة أون بارتي. واضح. ما عندهاش خبره تقول مثلا ما مشيتش بدرجه كبيره في اطار التوافق والحوار، لكن حتى المسؤوليه على المعارضين. المعارضه ما كانتش ايجابيه. ثلاثه الشعب التونسي بيدو مواطنين التوانسه كل 10 من التوانسه حبوا يمشوا للديمقراطيه وطموحاتهم كبيره للديمقراطيه، لكن بقدر تعلقهم بالمبادئ الديمقراطيه بقدر ما كانت ممارساتهم ديكتاتوريه سور تيران كان سابوتاج. ما كانش المواطن التونسي يعني ديمقراطيه بلا ديمقراطيين. بلا ديمقراطيين. التونسي كما يحب، كما انسان عنده برشا حقوق يحب يمارس حقوقه، كي تقول له واجب يسبك. اليوم فما طبقه سياسيه كامله كانت تناضل في عهد بن علي وكانت ضد بن علي. بعد كي شدت السلطه والا اقتربت من السلطه والا شدت الاحزاب، ترى انها كانت وفيه للصوره اللي كانوا حاملين عليها الناس، الصوره النضاليه النظيفه. ما فهمتوش عاودولي. ثم طبقة سياسية كاملة شدت الحكم وشدت أحزاب اليوم قريبة من يعني أحزاب بعد الثورة. أي بعد الثورة. أي طبقة نضالية من المناضلين. كان الشعب ينظر لها مناضلين شرفاء نظاف زاهدين كذا يناضلوا همهم النضال. بالضبط من كل طبقة سياسية همها في الوطن كان. اليوم تراها خيبة أمل، خيبة الأمل وإلا لا قاعدة وفية لك الصورة المثالية اللي ماخذين عليهم العباد. اليوم نشوفوا في عرك على الكراسي وصراعات، خطاب سياسي متوتر. يعني الناس هذوما هما بيدهم كانوا يناضلوا في عهد بن علي. كان عندهم صورة مثالية ياسر. يعني نعتبروهم ناس نظاف، ناس شرفاء، ناس مانيش شكك في نظافتهم حتى لتوا، ولكن سؤال لأنهم دخلوا المعترك تو، ظهروا أكثر على الحقيقة تحت المجهر. كيفاش تقيمهم تو؟ قعدوا أوفياء. صحيح، العديد من الأشخاص من هذا. خاطر إنسان مش كيما إنسان يحكم. كيما انسان يكون ميليتون. كانوا من حيث الميليتونتيزم تاعهم كانوا قويين وعندهم قناعات كذا، لكن وقت مشوا معناها باشر والكراسي والسلطه تبدلت نظرتهم للحياه. بحكم تشبثهم بالبقاء في السلطه يتعرضوا وتمسكهم بالمبادئ تاعهم. يتنازلوا على مبادئ. يتنازلوا. ينجموا يبيعوا مبادئهم في سبيل والامثله كثيره. ساير الامثله كثيره في الوضع هذا. من غير تسميات العديد والعديد من ما نقولوش باعوا ضمايرهم وانما باعوا المبادئ نتاعهم لا لشيء الا اللي كونهم اما يبقوا في الكراسي ذيك والا باعتبار الوعود المستقبليه لنيل ربما مراتب ولا خطط ولا مسؤوليات سياسيه اقوى من اللي كانت فيه، وبالتالي تولي السياسه في جانب كبير منها ولات مصالح شخصيه في اوليه. باهي تتفرج في الوزراء في خطابات الوزراء في التلفزه، بروفيلات جديده نتاع وزراء، بروفيل جديد نشوفوا فيه للوزير. تعجبك البروفيلات هذيك؟ يلزم يكون هكاك الوزير ولا يلزم يكون عنده بريستيج ووفي لهيبه الدوله ومحافظ على هيبه الدوله، والا عادي انه الوزير يتسب ويتشتم في البلاتوات التلفزيه في دي ديبا معناها المعارضه تنجم ساعات تطيح قدر نشوفوا فيه. شنو رايك؟ عادي انه الوزير يكون هكاك ولا يلزم المواطن التونسي يحب الحريه يحب الديمقراطيه، لكن في الممارسه بتاعه كيفاش تكون ديمقراطي انت؟ لازم عندك حد ادنى زاده في الديمقراطيه حتى معاملتك العباد. تحذروا الواحد. مالوريزمون الديمقراطيه تتصرف في الوتيران يولي ديكتاتوري، يولي ما بقصير ماهوش متربي.
طبعا مهما يكون وزير طبعا في المعاملات حتى في المستوى الاعلام مهما تكون صفه المسؤول الوزير وانتماء الحزبي فما حد ادنى من الاحترام. انا اللي لاحظته ما فماش احترام الى حد الاهان حتى رئيس الدوله الكل بحيث اللوم كل اللوم على المواطن التونسي معناها ولا معناها مشكل المواطن التونسي السياسيين في بعضهم يعطيوا المثل الخايب نبدا من المواطن حتى السياسيين السياسيين يعطيوا للمواطن المثل الخايب وصولا وصولا الى رجال اعلام واضح اخلاقيا ماهوش مقبول رجال الاعلام يسيروا في بلاتوات يسيروا في الاسبان معناها يتفاجئ احيانا الزوز يسبوا في بعضهم ولا خطابك انت خايب شنو باش نعمل لك رجل اعلام كيما الاربيتر في ماتش كوره يحب يريض الجو ما يتحكمش في الاهداف والبونتوات وطريقه اللعب الحكم لا تحب يشعل الجرادان النتيجه وكذا اسمع اسمع لا لا بص صحيح تحب يشعل الجرادان يشعل بالاربيتر الشعبي بحيث المذيع عنده دور فاعل رابطات حمايه الثوره تاسست في عهدك اعطيتوها لا مش في عهدك انت لا واضح ما عندكش علاقه انا كنت مسؤول ما تعطيهاش رخصه ما تعطيهاش رخصه رغم انه ثم شكون يقول انها ضمير الثوره النهضه والمؤتمر يقولوا انها ضمير الثوره وانها معناها حمايه الثوره ودافعت على الثوره ومتكونه من ثوريين ثم شكون يقول انها ميليشيات النهضه يقولوا شو يقولوا نحن نعطيو الجمعيات كيفاش؟ نعطيو الجمعيه يلزم عندها موضوع فهمتني؟ اذا كانت الجمعيه ما عندهاش موضوع ما تعطيهاش رخصه واضح فهمتي انا بالتذكير بالنسبه للجمعيات اخسر مجرد الاخلال الفصل الثالث يلزم عندك اوبجي في الجمعيه الفصل الثالث يقول لك تحترم الجمعيه في نظام الاساسي في نشاطها وتمويلها مبادئ دوله القانون والديمقراطيه والتعدديه والشفافيه والمساواه الممارسات تاعها الميدانيه اول حاجه ما عندهاش موضوع شو موضوعها؟ هاي ونسك أنا رابط تحمية الثورة شو الموضوع تاعها؟ مقالبش تحمي أهداف الثورة معقول تعطي رخصة إنسان يقول باش نحمي أهداف الثورة دون لابسوليو يلزم عندك موضوع يلزم تتحل حسب رأيك أنت مع حلها توا تتحل هي ما كان عليها أن تستند رخصة قانونية وتوا يلزمها تتحل؟ يلزمها تتحل وكيفاش؟ يلزمها تتحل خلالها بالالتزامات الموجودة في قانون الجمعيات لكن المشكل حل الجمعيات ما يكون كان مقتضى قرار سياسي واضح به خاطر ولا في الحكومه توا في رئاسه الحكومه ما عادش وزارة الداخليه به صحيح سي فرحات باش ترجع للسياسه قريبا خرجت من القضاء توا متقاعد واليوم نذكروا لي انت اول نهار وقت بث الحصه نهار بث الحصه هو اخر نهار في القضاء صحيح باش ترجع للسياسه في حزب جديد مع اسماء محترمه كما سي محمد الحامدي سي محمود البارودي سي مختار الجلالي وغيرهم مهدي بن غربيه سي مهدي بن غربيه وسي القوماني اسماء يعني محترمه واسماء عندها رصيد محترم علاش مع هذوما بالذات مع المجموعه هذه ومع الحزب هذايا مش مع نداء تونس مثلا ولا مع حزب اخر علاش مع هذوما بالذات انا مين نعرفهم نعرفهم بالتلفزه عجبوك المواقف نتاعهم والتصريحات والتوجهات بافكارهم تتلاقى مع افكاري انا قلت والله الاولاد هذوما ماشي متصل بهم وبيساعدوا مني زاد وتكونوا حزب مش كونوا حزب هم ديجا قاعدين ينظموا بيساعدوا مني انا باش ننظم انظميت دونك حاجتين الاشخاص نربطوها بحاجه اخرى انت قبيله قلت الوزراء وكذا من حيث الحضور هي اللغه نتاعهم والكاريزما نتاعهم وحتى الشكل وكذا فيه الاعتبار هذا والمواقف والمبادئ بتاعهم والتمسك بها والبرامج بتاعهم وحتى في مقارباتهم معنا في السلطه والسلطه الحاكمه عندهم دي زابروش في الحلوي صحيح دونك مش بالضروره طب مثلا نداء تونس سيدي التحالف الديمقراطي ما عندوش حجم سياسي وما عندوش نبداو نحن به وربما ان شاء الله اولادنا ولا احفادنا مش بالضروره تكون حزب انت تو مازال لازم حينا تاخذ سلطه المسؤوليه تو الحزب نتاعكم مازال في بدايته وما نجموش نحكيو عليه برشا ما عملش حاجه نحكيو عليها ولكن عندكم شويه فلوس عندكم حاجه لا مازلت الماديات واحد مازلت باش تكون معارض تقليدي في الساحه السياسيه باش تتحول الى معارض التوجه الموجود تو لا الاحزاب الموجوده على الساحه نداء تونس ولا اليسار ولا النهضة تكون معارض سياسي عندك أفكار معينة تاخذ البعد نتاعك في علاقة بالأحزاب هذيا
وتكون معناها الخيار تاعك الأساسي تركز أساسا على الوضع الجديد تاع تونس والوضع المحتقن اللي هو جانب اقتصادي اجتماعي برانسيبال مو هذاك. حزب حداثي بروغريسيست مدنية الدولة. وسيادتك سي فرحات نعرف اللي في وقت من الأوقات داعبك طموح ترشح لرئاسة الجمهورية، في وقت من الأوقات زينا شفنا في فيسبوك عندك برشا معجبين وعندك صفحة كبيرة، كنت رئيس جمهورية الفيسبوك بريسك الشعبية الاشتراكية العظمى. كنت رئيس جمهورية الفيسبوك، يعني افتراضيا الناس قريب ترشحك رئيس ما من كثر بعض تصريحاتك هذيك وانحيازك للشعب وللثورة. أنا كنت مؤمن بالواحد الجانب الافتراضي، خاطر أنا نؤمن الثورة ذي وقعت ديجيتال، معناها ثورة بالفيسبوك أي 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 رقمية أي رقمية افتراضية أي. افتراضية واللي كان واللي معناها الشاعر فيها الشباب، وبالتالي اللي ما راهنش على الجانب هذاك الشباب والخيارات الجديدة بتاع المعلوماتية ما يصحش تنتج. دونك إن شاء الله أنا قلت حاجة بالنسبة لزين العابدين، من جملة الحاجات اللي راهن عليهم هو انه عمل في كل بيت كل عائله حاسوب. الحاسوب اللي دخله هو اللي خرج. اوبليجي عليه ماهيش فرض. يعني مش تترشح ان شاء الله، مش نشوفوك مترشح لرئاسه الجمهوريه. لا لا رئاسه الجمهوريه والله دعابه و شفناك في الجريده قلت علاش لا. في يسالوا الصحفيين يلحون بالاسئله يقول لك اذا كان باش تجي انتخابات رئاسيه ما تترشح ولا باش تقول لهم لا ما ترشحش ترشح. ماكش باش تترشح ولا ممكن؟ لا تو اذا كنت تدخل في حزب ما نعرفش، مش الامر بيدي انا، معناها انت والظروف والمعطيات والوضع باهي. وبكل صراحه شنو رايك في رئيس الجمهوريه الحالي السيد منصف البرزوقي في ظهوره في صلاحياته في قراراته في البروفيل نتاعو في والله هو رايي سياسته في نفوذه تاثيره سي منصف البرزوقي ليماج نتاعو مفكر ان غرون ميليتون في حريه حقوق الانسان. انا كان في موقع هو حبذا لو لم يتسلم اي مسؤوليه في النطاق السياسي ولو رئيس دوله وخاصه مستقبلا ان با انت اللي باش ترشح تعرف علاش تخلي المنظومه هذيا وياخذ كما يقولوا يرجع للميدان الحقوقي ويعمل كيما نيلسون مانديلا يقعد يجوب بلدان العالم يدافع عن وخاصة انه متاثر بنيلسون مانديلا. يعني باختصار وبمعنى اخر بمعنى اخر ما يجيش رئيس، يعني تحب تقول مش بيجيش رئيس الجانب الاخر اهم. شنو أهم؟ حتى رئيس دولة كيكون فاعل وناجح وعنده صلاحيات وتأثير وكذا لازم يكون ناجح زي. رئيس دولة ما يلزموش يكون ميليتون في الميدان دروا دو لوم، تعرف علاش؟ خاطر كيما يقولوا كونسيلي لانكونسيليابل، السياسي السياسي عنده جوانب أخرى وكذا مرة يطبقها مرة يطبقهاش. حاجتين إذا كانت تكون أميليتون في حقوق الإنسان وقعت في ميدان هذاك، تو برشا ناس أصحاب مبادئ يقول لك أنا جميع من واضح. نحبك تعطي عدد لأداء الحكومة على 20، قديش تعطيها على 20 الحكومة الحالية في أدائها وفي في نعطيها 10 وإنجاز 10 على 20، 10 الحاكم يعني. لا حسن ولا معناها دبلوماسية ذي ولا واقعية؟ لا واقعية. وقلنا نحن إذا كان فما خلال مش مسؤولين عليه 100%. مشاركين فيه. دونك احنا نشد العصا من الوسط. وزارة الداخلية وزارة الداخلية قديش تعطيه؟ العمل نتاعها توا الحالي. العدد ثمانية دون متوسط 8 على 20 ما عالجتش الأمور المتأكدة الأمنية بالطريقة التي يقتضيها الوضع. خاطر وزارة الداخلية مع احترامي السيد العريض يحب يعمل العمل إيجابي، لكن يبدو لي أنه برشا تجاذبات تحكم فيه ما تخليش يقوم بورتو هو قادر باش يعمل مخير. وزارة العدل وزارة العدل تكون عادل أي 10 بالضبط 10 الحاكم. وزارة الخارجية وزارة الخارجية ما عنديش البال باش نكملوا بوزارة الخارجية وزارة السيادة ما نعرفش الداخلية بوزارة الداخلية وزارة عدل نعرف التقييم وزارة الخارجية من خلال العلاقات هذيا الدولية وصورة تونس وكل شيء والخدمة اللي خدمتها ظاهرة لأي مواطن وأداء الوزير متوسط يعني
10 زادة 10 10 راه مبدئيا مش باهي هاك باهي مع 10 الحاكم سي ديجا نجحوا 10 تكفي للنجاح مطرع الجير باعتبار معطيت له 9 على 8 10 معدل يكفي للنجاح يكفي للنجاح اي نجاح ضعيف ولا قوي هذيك حاجه اخرى العام الثاني نجحته القسم اللي بعده ينجم يكون خير خاطر باش يتعظمك العدد ذاك الصيف يحاول يحسن مستواه ربما يكون خير شنو السر انه البوليسيه يحبوك برشا اعوان البوليسيه يحبوك ياسر معناها بسيط الجواب انا نمشي في الكياس انا رجعت 9000 عرضوني بوليسيه يسالوني شكون الانفيتي قلت اول مره يشكروا لي الضيف تاعي بالكدا يحبوك انا خاطر عملت معهم كالباي ودفعت عليهم والحاجه صارت درجه كبيره ياسر رجعت 3000 انت 3000 رجعتهم للخدمه لا تقريبا 7000 ما بين مفهوم في جميع القطاعات حتى الناس في القطاعات الاخرى تو السجون الحرس الوطني اكثر من 5 اكثر من 6000 عدد كبير نعف الله عما سلف وشو في إطار ثورة وكذا حب ذا وكان ياخذ ترضية الأوضاع وحتى هذه تقال فيها برشا كلام رجعت عباد زاد ارتكبوا جرائم كبير ثم شكون حتى قتل بور قال ما اسمعني قالوا متورط في قضية قتل بور هذا كلام قريته استرداد الحقوق الإنسان ما يستردش حقوقه يولي مواطن عادي وتكون هذيك الدرس في حياته ويعتبر منها ويرجع ربما ينقذ روحه ويشيل عائلته بوركو با نحن ما قلنا ثورة في إطار تصفية القلوب تو نحكي بوضعنا الحالي باش في تونس نخرجوا من الأزمة الموجودين فيها تو عندنا احتقان كبير وخطر وخوف والناس إلى حد التأزم لو كان نقربوا لبعضنا ونحيوا حكاية هذا إسلاميست وهذا راديكال والآخر لايك والآخر علماني ونتحاوروا نجيو نقربوا لبعضنا ونحبوا بعضنا تفصل المشكلة أنت الغريب سي فرحات أنك أنت الإنسان اللي حل التجمع تو ضد إقصاء التجمعيين حسب ما قريت لك في تصريحات كيفاش تقصي التجمع ما تقصيش التجمعيين من الحياة السياسية ما نقصيش التجمعيين هو علاش نحن كي نحلوا المؤسسة كي نحلوا مثلا إكيب تاع كورة ولا حزب ولا جمعية نعاقبوا الأشخاص هذوكا خاطر مجرد الانتماء الى حزب لايديولوجيا معينه مش معناه امبليكي عملت انا قلت الانتماء لوزاره الداخليه في جهاز معين مشيت حتى قبل لابروش مش معناه عملت واضح مشينا حتى اذا كان يعمل هو بتعليمات ربما المسؤوليه بتاعه تولي محدده باهي بالنسبه لحل الحزب انا اش قلت؟ الاقصاء هو حرمان من حق المواطن يهبط انسان اقل درجه ما يكونش مواطن عادي بكمل الحقوق يولي درجه هذا مش عندنا فيه تعاود الحكايه 20 مره يكون بمقتضى حكم قضائي ادانه متزامنه مع الحق من قيمته الواحد بيحرمنا من الانتخاب من الاقتراع من كذا يعني ماكش كونتر انه الكوادر العليا والوزراء تاع بن علي واعضاء الديوان السياسي في التجمع يتقصاوا من الحياه السياسيه اسمها ما كملتش خليني تفضل قلت كذا المبدا تبقى نحن باش نكونوا كونكوردون منسجمين مع افكارنا وتوجهاتنا وقراءاتنا الواحد في الفتره بتاع السيد باجي قاسي في الحكومه اللونيه تبنينا الاقصاء صحيح ولا في الانتخابات المجلس التاسيسي قلنا راوها اقصاء بالطريقه ذي باهي دو في القانون الاخير في 16 بتاع الهيئه العليا للانتخابات اللي باش ترشحوا الهيئه تبنوا الاقصاء وصدقوا عليه في المجلس التاسيسي باهي باش نكونوا منسجمين مع بعضنا وما نخالفوش الديمارش اللي عملناها في المره الثالثه ذي حتى في الانتخابات الجايه نمشي واحد في حدود الاقصاء هذاك واضح سي فرحات وين فوا بورتو تقص المشكل واضح تو باش تدخل التحزب انت كانت الناس كل بريسك الناس كل تحبك الشعب يحبك يعتبرك مسيو لو بروبر مسيو بروبر معناها كانت تسميه اطلقوها عليك برشا ناس وجزء كبير من الشعب نظرا لتصريحاتك ومواقفك وكذا المنحازه للثوره اليوم باش تتحزب باش تدخل في حزب باش يعني باش تدخل تحت قالب باش تقول بروحك في حزب الحب هذا باش تخسر منه برشا لانك يعني باش تولي عندك انصار حزب معين والاخرين ضدك وهذوكم باش تخسر برشا من شعبيتك ومن محبه الناس مهدده وليت شعبيتك مقاربه صحيحه اون بارتي لكن اذا كان سي جامي انسان باش يخمم يدخل الميدان السياسي في الخضم وفي الزخم الحالي يمكن لكش تدخل سيو لا سين بوليتيك اذا كان ما فيش دار حزب وحدك بيرسون فيزيك حتى تترشح للرئاسه حلقه كفردك هيك انت وطريقه القانون الانتخابي واذا كان يعني نظام برلماني انت امرك صحيح ما تقبلش باش تكون رئيس بدون صلاحيات تجي في خير وقت تدخل ريان امبيش بدون صلاحيات يعني في نظام برلماني لا بيسالش نظام برلماني لا الرئيس ينتخبوا البرلمان ما يدخلش انتخابات يونيفرسال معناها الناس الصوتيه اي رئيس معناها بريسك رئيس تاع كتله معينه حزبيه انا حتما بالضروري يكون في حزب معين كمستقل ما توصلش اخر سؤال شنو تتوقع للانتخابات القادمه لازم ناخذ رايك اليوم فما صراع
كبير، فما استقطاب، فما زوز أحزاب كبيرة استطلاعات الرأي الظاهر اللي هي في المقدمة في الطليعة، حركة النهضة كالعادة، ولكن خلطت عليها تو حسب استطلاعات الرأي خلطت عليها نداء تونس. ما نعرفش شنو أنت تقييمك هذه استطلاعات الرأي وفية للواقع وإلا شنو توقعاتك؟ النهضة خسرت برشا من شعبيتها وإلا لا؟ نداء تونس إسكو ظاهرة إعلامية كما يقولوا جماعة النهضة وإلا قوة حقيقية قادرة على المنافسة؟ شنو هذا قراءتي سامبل وقراءة كل تونسي. إذا كان ما تقعش جبهات وتكتلات بتاع العديد من الأحزاب في إطار كتلة ولا كتلتين في مواجهة النهضة، النهضة تربح بأس. إذا كان يقع تكتلات النهضة ما تربحش. تكتلات هي قاعدة تقع تو الموجودة حاليا، ما يلزمش العديد من التكتلات. أما ما فماش حزب وحده يهزم النهضة قصدي؟ لا فماش، امبوسيبل. يبقى في الوار بوكو ترافاي، يلزم مدة طويلة. علاش؟ رغم أنها النهضة خسرتش جزء من الشعبية نتاعها النهضة حتى من اللي صوتوا لها، لكن ليه التنظيم نتاعها والإمكانيات وتواجدها وقاعد تنجم تخدم سيروتيرا وتحسن الصورة نتاعها وتلمعها وربما تفوز بها. الشيء المفقود عند بقية الأحزاب. ينجم حزبكم يدخل في تحالف مع نداء تونس في وقت من الأوقات؟ ممكن إذا كان المصلحة والضرورة. نقول الراجل فما قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. اي ولكن يا سيدي الراجل اللي كنت تحكي عليه حب يقضي عليك وحب يمحقك وحب كذا يمحيك من الوجود. اذا كان مصلحه تحط يدك في يده في السياسه مستقبلا، مصلحه البلاد تعاود تخدم معاه في حكومه اخرى ربما. اذا كان مصلحه البلاد والوطن تقتضي ذلك حتى الشيطان تخدم معه. تخدم معه. مرحبا بك سي فرحات، يعطيك الصحه على صراحتك، ما كنتش مشحاح في الاعترافات. حضورك شرفنا برشا واسعدنا. خلي لك كلمه اخيره تحب تقول. أنا نداء بتاعي المزول توانسة نداء، معناها نداء ولا أمل ولا أي أي. هو يحاولوا قدر أمكان سكي نموك بكو نحن لو ديالوغ به. إحنا عنا 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 حاجة جيست صغيرة حبوا نعملوها لك اليوم. خرجت للتقاعد اليوم آخر نهار عندك في العمل القضائي. أنا بما أني نحبك فضلك ونحترمك نحب نعمل لك جيست صغيرة خارج الإطار نتاع الأسئلة المحرجة وكذا، باش نهديو لك بوكي دو فلور، باش نهديها لك. الله فيك. حاليا في البلاتو بمناسبة خروجك للتقاعد. يعطيك الصحة. بعد 37 سنة. ميرسي. عملت في القضاء. يعطيك الصحة. تفضل. إن شاء الله تقاعد مريح. فرحتك عايش. مرحبا بك. تري جونتي. أهلا وسهلا. ميرسي بوكو.